صباح كما أسفت الذكر نستضيف فيه الشيخ جمال غول حاضر معنا. صباح الخير يا شيخ. صباح الخير، بارك الله فيك، وصباح الخير لكل الأمة الجزائرية. ونحن سعداء، ونحن يعني تغمرنا فرحة عظيمة جدا بهذا الموعد الذي سوف يجمعنا غدا بإذن الله تبارك وتعالى مع أحبابنا، مع إخواننا، مع المصلين في أقدس البقاع وأطهرها في بيوت الله بعد هذا الفراق وهذا الغياب الذي دام تقريبا 5 أشهر. فإن شاء الله يكون غدوة إن شاء الله هذا الفتح يكون فتح على أمتنا الجزائرية، إن شاء الله يكون فتح على كل الجزائريين وكل الجزائريات. إن شاء الله يكون هذا الموعد غدوة إن شاء الله نحن على موعد صار وموعد فيه البشرى لكل أمتنا الجزائرية. إن شاء الله يكون هذا الانطلاقة اللي تكون سببا لرفع الوباء عنا جميعا في هذه الأرض الطيبة المباركة. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لأن نعيش هذه الفرحة بهذا الموعد غدوة إن شاء الله، ويوفقنا ربي إن شاء الله باش غدوة إن شاء الله ينجح هذا الفتح التدريجي باش يكمل إن شاء الله ويصبح فتحا كليا، ويرفع الله به البلاء والوباء بإذنه تبارك وتعالى إن شاء الله بحول الله. المساجد قبل أن تفتح غدا بحول الله فتحت عبر صفحات الفيسبوك بعدما شفنا ربما هناك سواد أخبار الوفيات أخبار المرض، لكن الأسبوع هذا شفنا صور جميلة عن شباب عودوا رجعوا المساجد ينظفوا فيهم يحضروا في الشروط التي أقرتها وزارة الصحة وأيضا وزارة الشؤون الدينية. فهناك جرعة أمل للجزائريين للمتابعين عبر صفحات الفيسبوك. سمح لي شيخ نستقبل أول مكالمة هاتفية ربما نسمع أيضا رأيها حول فتح المساجد غدا بحول الله. السلام عليكم، صباح الخير. أهلا أهلا بك. جمعة مباركة ولدي. جمعة مباركة سيدة فاطمة من مستغانم أعتقد. مستغانم نعم. مرحبا بك. أحبكم في الله يا ابني. الله يبارك أمين. فيك ربي يحفظك. سيختو بلغ لي صباح الخير عليك إمامنا. الله يسلمك ويبارك فيك، بارك الله فيك لحجاتك. صدقني والله كل جمعة ما نفوتهاش بلا ما نشوفكم. الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله، حبك الذي أحببتينا فيه. لكم على كل هذا العمل الجبار لكم تقوموا به. والله شرفتوا بلادنا وشرفتوا الجزائر وعليتوا إعلامنا محمد ولدي. الحمد لله الحمد لله. والله كي نشوفكم نبرة، والله العظيم كي نشوفكم نبرة. أولا نشكر رب العالمين محمد ولدي اللي غدا إن شاء الله غادي تفتح المساجد. إن شاء الله. لكن عندي واحد الاندخال. لازم لنا هادو المسنين علاه نرسلوهم كل امرأة في الدار وكل ولد في الدار يحافظ على بابه. نعم. اللي يكون نعمتك دايما اللي يكون مريض علاش نرسل أب تاعي أنا باش باش يتعدى ولا باش يجيب لي العدوى ولا. نعم. صدقني محمد ولدي أنا الزوج تاعي فيه السكر، قلت له اللي قحت نسقتي باش نرسلك. والله العظيم صدقني. نعم. أنا ما دابيا أنا عندي الولد تاعي مؤذن في الجامع. الحمد لله وصدقني محمد ولدي دروك عطيت فكره للولد تاعي. نعم. قلت له على ما ديروا لهمش حاشاك كي نقولوا فاش يديروا الحذاء تاعهم باش كي شغل شكاير بلاستيكيه. نعم. كل واحد اللي يجي داخل يدير الحذاء تاعو في الشكاره والكمامات. صدقني محمد ولدي انني مجدتهم، الله يجعل ربي يتقبل منا ان شاء الله ان شاء الله. والمعقم انني مجدته نويتها 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 الصدقه لله لي ربي استجب لدعوتنا تاع الدعاء عرفه يا ربي ان شاء الله. نعم هذه هي الامنيه تاعي، قلت الحمد لله يا ربي اللي استجبت الدعوه تاعنا. الحمد لله. سيده فاطمه اليوم ايضا راح نتكلم ربما على اداب زياره المساجد مع هذه الجائحه، ابقي معنا حتى تسمعي اهم الملاحظات ولو انك التزمتي بها ربما. لما ما تخليش الزوج تاعك يروح للمسجد في هذه الظروف وهو ربما عنده مرض مزمن تكوني قد حافظتي عليه وحافظتي على العائله تاعك. والله نحافظ كاع على البلاد ونخاف كاع على العائله، نخاف على المواطنين، نخاف كاع على الشعب الجزائري. صدقني محمد ولدي والله لان كوينه كوينه في هذه الايام، هذه 5 أشهر ولا 6 رانا زعما ربي راه داري بينا والحمد لله ربي كان معنا وهذه حاجه فوتناها والحمد لله. بصح اللي قد تكون الوقايه ما نروحش انا نرسل الاب تاعي ولا نرسل الاخ تاعي ولا نرسل الابن تاعي نعطيه بلي مريض ونرسله للجامع. كل واحد اللي يكون يخاف من ربي يدير خوف ربي فيه. لا. باش حنا تبلعت علينا 5 أشهر ولا 6 أشهر اللي نحافظوا عليها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بحول الله. شكرا لك سيده فاطمه على هذا التواصل، وسيده فاطمه دائمه الاتصال بنا حتى لانها تحاول بزاف حتى تحكمنا. شكرا لك الله يحفظك بارك الله فيك. كما قلت لك شيخ
خلال هذه الأربع أشهر الخمسة الماضية، الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي يعني لبست السواد، وعدنا نسمع فقط ربما الأخبار السيئة. الآن جرعة أمل أخرى، نعم، بقرب موعد فتح المساجد. شفنا الشباب في المساجد يعني يغسلوا ويسيقوا في المساجد، ينظفوا فيها، يحطوا في أماكن صحيح الصلاة، في التباعد، وكل الإجراءات التي أقرتها وزارة الشؤون الدينية. نعم الحمد لله. طبعا هذا هو، احنا نؤمن بأن كل مر سيمر، ورب سبحانه قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين، فبإذن الله ستفرج. والحمد لله هذا الشعور اللي عبرت عليه السيدة فاطمة هو عند جميع الجزائريين. اليوم الفرحة راهي في قلوب كل الجزائريين والجزائريات بهذا الموعد غدوة إن شاء الله. لماذا؟ لأن المساجد عندها قيمة كبيرة 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 في قلوب جميع الجزائريين والجزائريات. ولا أدل على ذلك، الدليل على ذلك من بين الأدلة، الأدلة كاين بزاف، أنه في ظرف أسبوع فقط، أسبوع منذ أن صدر البيان تاع الوزارة الأولى اللي يحدد فيه الشروط اللازم توفرها في بيوت الله، واش لازم نجهزوا ونوجدوا في بيوت الله، أقل من أسبوع انطلقت المساجد في كل ولايات الوطن، في كل ولايات، فأصبحت ورشات مفتوحة لعمل الخير. فتجند الأئمة بإشراف من الأئمة المؤذنين القيمين معلمي القرآن والمتطوعين اللي هم أبنائنا، أبناء الحي، أبناء وشباب المساجد، اللي هم تاع الجمعيات، الجمعيات الدينية، الجمعيات الخيرية، الجمعيات الأخرى، المنظمات الشبابية، الكشافة، إلى غير ذلك من الجمعيات، كلهم تجندوا كلهم من أجل أن يجهزوا بيوت الله باش في خلال أسبوع تكون جاهزة مجهزة واجدة باش تستقبل المصلين. نعم إن شاء الله. احنا في ظرف في ظرف أقل من أسبوع، هذ الناس كلهم اللي جاوا يخدموا بيوت الله سبحانه وتعالى، هذ الناس ما راهم خالصين، ما عندهم عقود عمل، ما عندهم منح، ما عندهم راتب شهري، عقدهم الوحيد واشنو هو؟ هو مع الله سبحانه وتعالى. لو جاوا باش يخدموا بيت ربي سبحانه، باش يزينوها، باش يطيبوها، باش يوجدوها، فلا ينتظرون الجزاء من اي احد. فلما اعطيت الاوامر باللي لازم تندار في الجامع، تسحب المصاحف، باللي ينزع السجاد، رغم انه الطابي باش نحيوه ماهوش سهل، صحيح، او لاصق به بواحد اللصقه خاصه والتعب تاعو ونخافوا عليه يخسر، ورغم ذلك نحينا الطابي الا في حالات وين فرشنا النيلو ووجدنا المعقمات، وجدنا كذا وجدنا كذا، الاوامر طبقت. في حين كاين بعض المؤسسات يعني يعطوهم اوامر ولا يطبقونها، وتململ كبير، تماطل كبير بخلاف بيوت الله. علاش؟ لانه الناس عندهم حرص. تقصد اللقاء الاخير تاع رئيس الجمهوريه مع الولات وين صرحوا باللي نعم، باللي 10 ولا 20% فقط من الاوامر التي طبقت، نعم، رغم انه كاين ميزانيات كبيره، كاين ميزانيه وكاين مده طويله وكاين امكانيات بشريه وكاين نعم، وكاين امكانيات ماديه، وكل شيء كل شيء موفر، نعم، ورغم ذلك وقع ما وقع، بخلاف المساجد التي تفتقر الى ميزانيه، ما عندها لا ميزانيه سابقه ولا لاحقه، ورغم ذلك وفرت، شوف وفرت الالات المعقمه، هذاك الجال، الكمامات، السجادات، الجطاب بين قوسين، الكواشر الحراريه، نعم، الفراش اللي وين تنحى تغسل وين ما تنحاش جابوا النيلو، وكل ما طلب منا ان نجهزه جهزناه. معناها لما كنا نطالبوا احنا بفتح بيوت الله ما كناش نلعبوا، كنا نطالبوا عارفين وقادرين على المسؤوليه، رغم التخوفات رغم التحديات. الحمد لله خلال هذا الأسبوع برهنت المساجد بأبنائها، بروادها، بالشعب الجزائري، بالأمة الجزائرية، أن قيمة المساجد عندها عظيمة جدا ومتشبثة بها، وراهي متلهفة لهذا الموعد تغدو إن شاء الله. حتى والناس اللي ماهوش رايحين، ماشي يروحوا لأنه مريض ولا عنده مرض مزمن ولا كبير، ولكن فرحان أنه خاوته أنه راح يروحوا المسجد، راح يفتح بيت الله سبحانه وتعالى. هذا الناس كلهم اللي تجندوا لهذا العمل، فيعني رب إن شاء الله يفتح عليهم كل أبواب الخير كما فتحوا على بيت الله سبحانه وتعالى. ونقول أنه رب سبحانه كتب الرفعة لكل من خدم بيت الله، كل واحد يشارك ولو بحاجة قليلة جدا 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 في خدمة بيوت الله، في تطهير بيوت الله، في بناء بيوت الله، في تفريش بيوت الله، كل واحد يشارك بأي حاجة حق على الله أن يرفعه كما رفع هذا البيت. هذه البيوت رافعة، ترفع الناس اللي يرفعوها وتخفض الناس اللي يخفضوها. كل مسؤول، وأنا أوجه كلامي خاصة للأميار، عندهم مسؤولية كبيرة في تعقيم وفي تهيئة وفي توفير إمكانات المساجد، لأنها تقع على أراضيها وتابعة لها، فكل مسؤول يخدم بيت الله فسوف يرفعه الله، وكل مسؤول يقصر
في خدمة بيت الله سيخفضه الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ما يكونوش هذا المقصرين. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شيخنا نشاركوا أيضا المشاهدين الأفاضل في أخذ أرائهم حول فتح المساجد غدا بحول الله بعد طول مدة تعليق الصلاة فيها. معنا محمد من ولاية تيرت. صباح الخير، السلام عليكم. نهارو صباح الخير. أهلا بك، صباح الخير. جمعة مباركة إن شاء الله. أمين. جمعة مباركة. أرفعوا لنا فقط الصوت في الاستوديو حتى نسمع محمد. واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. انتم لاباس محمد؟ بخير الحمد لله. السلام عليكم. انتم بخير الحمد لله، ربي يحفظك ان شاء الله. الحمد لله. حياك نحيي الشيخ اللي راه معك. الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. بارك الله فيك. بس بك بين عندي واحد السؤال بين طرحوه للشيخ تاعنا اللي بغى يجاوبني عليه، يعني خاطر غير الموضوع تاع الحصه تاعكم اليوم. سمعتش مليح. اذا كان في الامكان معليش عاود لنا فقط سؤالك. قلت لك كيف يطرح سؤال للشيخ موش في الموضوع تاعكم اليوم، يعني خاطين موضوع تاع الحصه تاع اليوم. نعم، الموضوع اليوم رانا نتكلموا على فتح المساجد غدا بحول الله ورفع هذا التعليق. هذا رانا فرحانين كامل وتكلمنا قلنا باللي في صفحات الفيسبوك الناس بحصه تاعكم اليوم. يعني سؤالي بيش تسلي فيه؟ معلش اعطوه لي في الباستي فقط نسمعه حتى نسمعه جيدا. تفضل محمد. معلش استاذ. نعم تفضل محمد نسمعوك. تفضل يا شيخ. تفضل تفضل نسمعك. تفضل رايك معك يا شيخ. تفضل نسمعك. تفضل الله يسلمك يا شيخ. انا الوقت الحالي عاطل عن العمل، مانيش خدام كاع. نعم ربي يفتح عليك ان شاء الله. ودفعت ملفات بزاف عند المعنيين بالامر تخصص عليه بوسه خدمه، ما عطاوليش غير خدمه، ما كانش يعني نهائيا. نعم ايوه راني الشيخ راني مارين الزوج، عندي طفل اللي راني مسؤول على اسره. نعم ايا والمشكله تاعي انا ما لقيتش بان عيش، ما لقيتش بان عيش نعيش دراري. ايا راني نتسول، راني نطلب يقولوا عيش ولادي، هل يا ترى حرام؟ ربي يفتح عليك ان شاء الله. ربي يسهل. ربي يفتح عليك ان شاء الله محمد. راني نطلب ما يعيش ولادي، صار لي ما طلبش ولا شي حاجه ما يعيش ولادي، خاطر ما لقيتش وين نخدم لا غالب. نعم شحال عمرك محمد؟ شحال عمرك؟ انت خرجتنا على الموضوع لكن مادام اتصلت بنا شحال عمرك محمد؟ عندي 34 عام. الله يبارك. ما عندكش حتى مشاكل مرضيه صحيه؟ لا لا نورمال عادي، ما كاش والله ما لقيت خدمه، والله ما لقيت، ما لقيتش خدمه نهائيا، ما لقيتش كاع نهائيا. نحوس ما كاش منافس ولا حاجه ولا كاش عندي ربما حاجة. نعم ربما في هذه المرحله ربما المشاريع حبست بسبب نعم. وباء كورونا، ولكن قريبا ان شاء الله يفرج ربي عليك وعلى كل المؤمنين ان شاء الله. نيأس من رحمه الله سبحانه وتعالى. نعم. يتخذ الاسباب والبكى على الله سبحانه وتعالى. ما يقولش انا الان حوست خدمه وما لقيتش، بل بالعكس ربي سبحانه لحكمه ما راه مجد له شيء اخر، فالانسان يصبر ويسعى ويسعى يبقى دائما يسعى وباذن الله سيفتح الله عليه. خاصه انه بصحته الحمد لله، يعني قال لك بصحتي ومازالوا شاب في رعايه الشباب. مادام راه يسعى على انه يقوت اولاده فهذا من اجل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى، وربي سبحانه ما يخليهش. مادام هو يسعى في الحلال وحب يوكي ولاده الحلال وبعد ذلك الحرام، ربي سيفتح عليه لا محاله، فليصبر وسوف يفتح الله عليه باذن الله. ربي يرزقه الحلال ان شاء الله ويرزقه العمل الصالح. امين يا رب. اللهم امين. نعود الموضوع لشيخ. نعم. غدا ان شاء الله تعود تفتح المساجد. لا شك انه نعاود نذكروا المشاهدين. نعم. الافاضل خاصه اللي راهم عاودين غدوا يروحوا المساجد. الانسان اللي راهو شاك في روحه عنده مرض معدي خاصه اذا كان كورونا يمتنع، وحتى هناك فتاوى بتحريم ذهابه الى المصليات. نعم. في هذه الحاله. بدون شك احنا غدوا ان شاء الله مع هذه الفرحه هذه وهذا الاستبشار بهذا الفتح، لابد ان نحافظ على هذه الفرحه ونحافظ على هذا الفتح بحيث يكون فتح ناجح، فتح منظم، وفتح سالم من انتشار وباء لا قدر الله. كيف يكون ذلك؟ الامر سهل جدا والامر بسيط جدا، هو ان نلتزم بهذه الاجراءات البسيطه اللي هي ماهيش حاجه معقده، وهي من صميم سنن الذهاب ولسنن المكوث في بيوت الله سبحانه وتعالى. نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا وينهى الإنسان الذي أكل الثوم والبصل باش يجي المسجد. لماذا؟ لأنه سوف يؤذي إخوانه، سوف يؤذي الملائكة بتلك الرائحة الكريهة. فيعني شوف لما نقارنوا الآن أذية الملائكة ولا أذية الناس برائحة كريهة، وين تبان هذه الأذية؟ مع أذية لتؤدي إلى عدوى بمرض قد يكون هذا المرض يعني قاتل ولا مميت لا قدر الله. فمن باب أولى إذا كان لكلا ثوم وكلاء البصل ما يجيش لبيت الله احتراما لبيت الله، تقديسا لهذا البيت الكريم تاع ربي سبحانه. وهذا بيت الله، لما نجوحنا لبيت الله انا ضيف عند ربي سبحانه، فانت كتروح ضيف عند كاش واحد، يعني كاش مدي تصرف غير لائق،
كاش ما تروح في حطه في حطه ما تعجبش، كاش ما تروح برائحه ما تصلحش، كاش ما تقعد في اي مكان ودير فوضى في بيت على الناس. فلله المثل الاعلى، هذا بيت الله عنده حرمه وعنده قداسه وفيه رحمات وفيه اجر كبير جدا. لا نحول تلك الرحمات الى نقمات ولا تلك الاجور العظيمه الى سيئات. فالانسان اللي يؤدي الى الاضرار بالناس، سواء كان عنده مرض معدي، سواء كان عنده شك في هذا المرض، سواء عنده تخوف معين، فهذا الناس عندهم الرخصة الشرعية الكاملة للصلاة في بيوتهم، وعندهم الأجر كامل كامل، ويديوا أجر ثاني أنهم آثروا أن لا يؤذوا إخوانهم. لا، رغم العاطفة الجياشة والاشتياق للصلاة في المسجد، لكن بسبب المرض لازم يمنع نفسه، ونهار اللي ريح إن شاء الله يروح للمسجد. يروح إن شاء الله إن شاء الله يروح الوباء، ونرجعوا نقضي جل أوقاتنا اللي ميكونش فيها عندنا عمل واجبات، نقضوها في بيوت الله في الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن. فهذا الأمر لا ينبغي أن نستعجل له. أنت الآن أي واحد فينا يفرح أنه سوف يقوم أناس في نيابة عني بشعيرة الجماعة، بشعيرة الجمعة إن شاء الله مستقبلا، فهذا يكفينا في العاطفة الجياشة، نفرحه لما يفرح إخواننا، لما يفرح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمشي لازم نكون أنا في الجامع باش نفرح ولا باش نلبي تلك العاطفة الجياشة، ولكن حتى وإن بقيت في بيتي فأحتسب الأجر وأتشوق وأخذ هذا الشوق وأخذ الأجر بإذن الله تعالى. إن شاء الله، إن شاء الله، بحول الله. شكرا لك شيخ. نستقبل مكالمة أخرى من ولاية المدية، معنا حنان. صباح الخير. ألو، صباح الخير. صباح النور، مرحبا بك، جمعة مباركة. آمين، جمعة مباركة لك والشيخ. شكرا لك، شكرا، مرحبا بك. ألو، نسمعوا فيك حنان، تفضلي. مرحبا. ما يش نسمع مليح. احنا نسمعوا فيك، الأهم أنه نسمعوك حنان، تفضلي. ألو حنان، نسمعوا فيك، تفضلي. أنا ماشي نسمعني. إذن حنان، إذا عندك شيء تقوليه إذا تسمعي فيه تفضلي، أو عاودي الاتصال بينا. عندي تدخل، حبيت نحكي معك. تفضلي، تفضلي. معليش، تفضلي، مرحبا. إذن حنان عاودي تواصلي معنا فيما بعد. أرقامنا الهاتفية مفتوحة لكل مشاهدي الأفاضل للمساهمة معنا في إطراء النقاش حول فتح المساجد غدا إن شاء الله. فيما بعد أيضا عندنا حديث أخرى حول شهادة البكالوريا واجتيازها من طرف تلاميذ، وأيضا شهادة التعليم المتوسط، ومواضيع أخرى. نستقبل أسئلتكم، آراءكم حولها في هذه الأرقام التي نضعها لكم أسفل الشاشة. شيخ، ربما توصيات أخرى للقائمين. نعم. الآن على المساجد، يعني الآن لجان دينية والمساجد والشباب والجيران المسجد هم اللي راح يوقفوا على تنظيم حركة المصلين، لأنه باب الدخول هو واحد، باب الخروج هو آخر غير باب الدخول. هناك بعض الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها المصلون بضمان من اللجنة الدينية ومن جيران المسجد، فهما أيضا نعطوهم ملاحظات. يعني ما كانش. نعم. عاطفة، اللي تحسه مريض ممنوع يدخل المسجد لأنه قد يسبب مشكلة، وإذا في كل مسجد عندنا مشكلة راح يرتفع عدد المصابين، ولا قدر الله راح تضطر السلطات إلى أنها تعود. نعم، لا قدر الله. نعم، بالفعل هو لابد أنه هذا النظام الآن المفروض الآن هو أيضا نظام عنده وجهه الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجوا إلى المسجد امشوا وعليكم السكينة، حتى وإن فاتك الصلاة ما تجريش، ما تروحش ما تطبعش الناس، ما تزحمش الناس، هذا في الحالة العادية. لا. فما بالك الآن في هذا الظرف الخاص تاع هذا الوباء، وبالتالي ما فرض إن صح التعبير من التباعد والدخول بالواحد من أجل مراقبة الأشخاص فيها من حيث الأعراض المرض، أو من حيث ارتداء الكمامة ويكون عنده سجادته الحسيرة تاعو اللي يصلي عليها، هذا كله من الإجراءات الوقائية اللي عندها قلت وجهها الشرعي ووجهها الذي نحافظ به على أرواح الناس. وبالتالي مطلوب من الناس القائمين على هذا التنظيم من المحسنين، من أبناء الحي وأبناء المسجد والجمعيات الدينية والجمعيات الأخرى، أن يعملوا على التزام الناس على هذا الأمر، ولكن بالتي هي أحسن، ولكن بالموعظة والحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. فننبه هذا الناس بالتي هي أحسن، بدون زجر، بدون عنف، بدون تدخل يعني بالتغيير باليد، ولكن بالنصح وبالإقناع. وإن شاء الله الإمام راه معهم، الإمام معهم، والإمام له يعني له مصداقية عند هذا الناس المصلين، ويحترمونه ويحترمون كلامه، لأنه كلامه هو من الوحيين من القرآن والسنة. فبالتالي نتعاون جميعا على هذه المهمة. من جهة المنظمين يكون عندهم ساعة الصدر
ويكون عندهم حسن التعامل ويكون عندهم الصرامة في الأخير. وأيضا مطلوب من المصلين أن يتفهموا دور هؤلاء المنظمين وما كل هذه التصرفات اللي لا تليق ببيت الله سبحانه وتعالى. اليوم احنا مطلوب منا جميعا كمنظمين وكأئمة وكمصلين أن نعطي صورة مغايرة لبعض الصور اللي شفناها في الأسواق. لا ينبغي أن يكون أهل المساجد كما أهل الأسواق. الأسواق الله غالب الأسواق راهي أماكن الشياطين، وبالتالي يكون فيها الفوضى، يكون فيها كلام الزايد، يكون فيها الغش، يكون فيها الشر. ولكن بيوت الله راهي أحب البقاع إلى الله، راهي مقدسة، راهي بيوت الله يكفيها شرفا أنها تنسب إلى الله. وبالتالي لا ينبغي أن يكون تصرفاتنا كما في الأسواق وفي الشوارع وفي مراكز البريد تكون نفسها في بيوت الله. لا. فينبغي أن نرفع قيمة بيوت الله، نرفعها بسلوكاتنا والتزامنا بإذن الله. إن شاء الله نتمنى أنه الجميع يلتزم بهذه الإجراءات وبهذه الملاحظات. ونتمنى إن شاء الله أيضا أخ محمد نتمنى أنه التزامنا في بيوت الله ننقلوه للشوارع والأسواق. نكون القدوة ونكون النموذج للناس الآخرين باللي قادرين نلتزموا وقادرين نديروا كمامة وقادرين نديروا التباعد باش نحميوا أنفسنا وباش ننقصوا من هذا الوباء وباش يرفعه الله علينا وباش تفتح المساجد وتبقى مفتوحة إن شاء الله تفتح فتحا كليا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ما ننساوش الدعاء اللي هو من أسباب رفع البلاء. ما يمكنش يكون الدعاء يكون شقاء، الدعاء دائما يرفع الشقاء، الدعاء يرفع البلاء. فهذه فرصة باش ندعو ربي سبحانه في مساجده باش ربي يرفع لنا هذا البلاء بإذنه سبحانه وتعالى إن شاء الله. إذا كان كلمة أخيرة فأنا أتوجه بالشكر الجزيل لكل أولئك الشباب اللي جاءوا للمساجد طيلة أسبوع كامل هما مشمرين على يديهم وعلى رجليهم ويسيقوا في بيت الله سبحانه وتعالى وينظفوا بيت الله وينحوا في السجاد ويعقموا وينحوا في المصاحف لا لشيء إلا لله. ما يخلصهم للإمام للدولة للبلدية للجمعية، كل ذلك في سبيل الله. أعطوا صورة مشرفة عن أبناء المساجد، صورة مشرفة لأبناء الجزائر بلي لما نسحقوهم نصيبوهم وراهم قادرين على المسؤولية ويعرفوا قيمة المواقف وكيف تندار. فندعو الله سبحانه وتعالى لكل من أسهم في هذه الأعمال تاع تجهيز بيوت الله لموعد غد إن شاء الله، ندعو إن شاء الله بالخير ربي يفتح عليهم جميعا. اللي ما هوش مزوج منهم ربي يزوجوا إن شاء الله، اللي ما هوش يخدم منهم ربي يرزقوا وظيفة محترمة، اللي ما عنده سكن ربي يعطيه سكن إن شاء الله، اللي عنده مشكل ربي ينحيله هذاك المشكل ويرفع عليه كل ما يغبنه من غبن أو هم، ربي إن شاء الله يرضي عليهم والديهم وربي إن شاء الله يرزقهم الحسنات ويرزقهم إن شاء الله السلامة والعافية بإذنه سبحانه وتعالى. شكرا لكل من رسم هذه الصورة المشرفة للأئمة ولأهل بيوت الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نكمل في نفس المنوال باش نعطوا صورة أيضا مشرفة بعد الفتح غدا إن شاء الله، وربي يوفقنا جميعا بإذنه سبحانه وتعالى إن شاء الله. شكرا لك شيخ بارك الله فيك. وصلنا الآن وفاة خبر وفاة قريب أحد الزملاء زميل يسان يرحمه إن شاء الله. أو الاسمه نعم دحاني مروان توفي، هو شاب يعني في مختبر العمر. نحن في يوم جمعة، ومن علامات حسن الخاتمة الوفاة في ليلة الجمعة أو في الجمعة، فندعو الله في هذه الأوقات المباركة أن يتغمده برحمته الواسعة. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اعف عنه وعافه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد، اللهم ارزق أهله الصبر، اللهم ارزق أهله الصبر، اللهم عوضهم في مصيبتهم وأعظم لهم الأجر، اللهم ارحم جميع موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر وارحم لكل آبائنا وأمهاتنا ولكل من علمنا ولكل من له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ، ربي يحفظك ويبارك إن شاء الله وإياكم إن شاء الله. عزيزي القلبي الزميل ياسين في وفاة قريب دحام مروان. إذا صباح الجمعة متواصل. قبل أن نستقبل الزميل فارس صلواتي لنطلق لسابق عصره عصر أو يعني بلد علم وبلد أدب وبلد شعر وبلد تكنولوجيا إن شاء الله، وكل الأشقاء العرب والمسلمين. إذا زميل فارس صلواتي حاضر معنا اليوم. صباح خير فارس. صباح الخير. شكرا زميلي محمد ولكم مشاهدينا الكرام. صباح الورد والياسمين في برنامج صباح الجمعة اللي يجيكم على قناتكم الشروق. نعم مرحبا بك. اليوم أيضا أنت ستأخذنا إلى رحلة أو تعطينا معلومات.
اليوم ناخذ معلومات دينا رحله الى الماضي الى التاريخ. اليوم راح ناخذ بعض من المعلومات اللي تتعلق بالتسوق عبر الانترنت او لي زاشان اونلي اللي لاحظنا انه في الفتره الاخيره راهي في انتشار مستمر. صحيح. خصوصا يعني يمكن نقولوا انه بسبب جائحه كورونا زاد عدد المستعملين لهذه التقنيه اللي هي التسوق عبر الانترنت، وين وصلت في اخر دراسه قامت بها احد مراكز البحوث الامريكيه اللي قالت انه اكثر من 300 مليون شخص يستعملوا التسوق عبر الانترنت سنويا. دونك هي كما يقول لك حاجه جديده اللي ولينا لاحظناها في العالم، لانه في النمط العادي انه كانوا الناس لما تحتاج حاجه تتوجه للمراكز التجاريه ويعني للمحلات وكذا باش تقضي الحاجه ديالها، تشراء ملابس واكل ومختلف الادوات اللي حاب تستعملها في حياتها اليوميه. لكن في الفتره الاخيره يعني بسبب التطور الاقتصادي والاجتماعي اللي رانا نشاهده في العالم ككل، بغض النظر عن جائحه كورونا اللي نقدروا نقولوا انها اثرت نوعا ما على الاقتصاد العالمي، مختلف السكان في مختلف ربوع العالم ولو يلجؤوا لهذه التقنيه للتسهيل يعني ولربح الوقت. نعم، يعني اللي يطلب اللي يحب حاجه يشتريها يعني يدفع الكترونيا والمشتري وصلها له حتى البيت مباشره. نعم، البيت حتى يسهل عليه مهمه، يعني ما يعودش يخرج، لانه خاصه مع وباء كورونا طبعا هذا الامر يعني تسهيل عمليه البيع والشراء وربح الوقت كذلك. وهنا كذلك الدراسه الامريكيه اللي انا نتكلم عليها زميلي محمد اكدت بانه مجموع مبيعات التسوق عبر الانترنت مع نهايه 2020 راح يوصل الى 500 دولار، وهذا يعني رقم خيالي. نعم، مليار تقصد؟ طبعا 500 مليار دولار. يعني وبالتزامن مع جائحة كورونا قال لك أنه هذه الدراسة الأمريكية اللي تم القيام بها مؤخرا كذلك أكدت أنه بالعكس يعني جائحة كورونا خدمت هذا النوع. نعم، من التقنيات اللي تعتمد على الشراء. نعم، حتى أنه معظم المؤسسات التي ربما سرحت كثير من العمال في كل بقاع الأرض بسبب انتشار وباء كورونا، إلا المؤسسات اللي راهي تعمل على البيع عن طريق الانترنت مثل أمازون اللي راهي تطلب في العمال، راهي تزيد في العمال عكس المؤسسات الأخرى اللي راهي تسرح في العمال. نعم، وكذلك كاين حتى مؤسسات أخرى اللي تعتمد كذلك على البيع والتسويق الإلكتروني اللي انطلقت بالتزامن مع جائحة كورونا. لعله يعني أبسط مثال لو نتكلموا هنا في الجزائر، بعيد تماما. صحيح. على نتكلموا على هذه التقنية في العالم ككل، لكن في الجزائر لاحظنا أنه هذه التقنية لقات رواج كبير، أنه حتى يعني تقدر تقول المحلات اللي تتعلق بالملابس والاحذيه ولات تعتمد هذا النمط من الـ من الـ من الـ من التسويق عبر الانترنت، لكن بطريقه يعني هي هو يجيب لك الشيء المطلوب وانت تدفع له مباشره. نعم، يعني لانه الدفع الالكتروني الان مازال ناقص في الجزائر، مازال غير موجود الالكتروني، التقنيه ناقصه وحتى ثقافه المواطنين ناقصه. كاين البطاقه الذهبيه الان اللي تبع البريد الجزائري ولكن ما راهيش منتشره عند الناس كامل، مش الجميع يقدر يستعملها. ايضا ربما كاين بعض المشاكل التقنيه، انا شخصيا في سنتين ثلاث بطاقات ولا اربعه اللي عاودت بسبب مشاكل تقنية او مشكلة بعض المشاكل التقنية. ولكن يبقى المشكل المطروح في الجزائر انه لما تشري سلعة هل اللي تشوفها في الانترنت اللي تشوفها في الصورة هي نفسها اللي تجيك البيت؟ هذا هو المشكل، لانه كاين كثير من الجزائريين لما تتكلم له على تقنية التسويق الالكتروني يقول لك لا انا جو بريفير نروح للحانوت ولا نروح للماغازا نروح نشري ونشوف بعيني، خاطر انه في بعض الاحيان الشيء اللي نشوفه في الانترنت حاجة واللي يجيبوه لي للدار حاجة واحدة اخرى. وهنا نعاودوا نرجعوا زميلي محمد نفس الدراسة اللي اكدت بانه النسبه الكبيره للاشخاص اللي يتسوقوا عبر الانترنت او التسويق الالكتروني تتراوح اعمارهم ما بين 25 سنه و 34 سنه. نعم. ويعني قال لك نسبه كبيره من الاشخاص كذلك اللي يتسوقوا عبر الانترنت قبل ما يفاليديو عمليه الشراء نتاعهم، ويعني وقبل ما يقوموا بعمليه البيع والشراء بصفه عامه، قال لك يقوموا بزياره المحلات التجاريه. دونك ليطاب الاولاني هذه قبل جائحه كورونا، يقول لك انا نروح نشوف في الماغازا الفلاني واش عنده الحاجات اللي تعجبني ولا ابري اوليو ما يتم يقعد باش يشري ويرفد هذوك المقتنيات كامل ويطلعهم للدار من الانترنت. فوالا، يقول لك
لك نروح للدار ندير عمليه الدفع الالكتروني ويجيبوا لي كامل الشريط حتى للدار، وبذلك يربح يعني يربح الوقت ويختصر يختصر المسافات. كاين كذلك يا معلومه اخرى وغريبه دائما تتعلق بالتسويق الالكتروني، وين قال لك انه في الهند تصور الرجال هما اللي شكلوا نسبه كبيره من الفئات اللي تتسوق عبر الانترنت، لانه احنا المعروف انه النساء ما تخرجش، المراه ما تخرجش تقعد في الدار، لكن هي المعروف عالميا انه المراه هي اللي دائما تلقاها تهتم انه تخرج لمغازا وتشري وتحوس وتروح من وتجي من، لكن في الهند العكس تماما، الراجل يقعد في الدار ويقوم بعمليه التسويق ولا الشراء الالكتروني وهو قاعد في البيت والمقتنيات تحت البيت. وقال لك في اخر دراسه تم تسجيلها سنه 2020 في ماليزيا، قال لك بالنسبه لعمليه البيع والشراء والتسويق الالكتروني اللي عرفت رواج في الفتره الاخيره هي عمليه بيع وتسويق وشراء الكتب. يعني في ماليزيا شيء معروف عليهم انهم بلد أمة تقرا أمة لا تجوع، بلد سياحي وكذلك في نفس الوقت بلد التجاره وبلد الصناعه وبلد العلم كذلك. وهنا ما نروحوش بعيد، بما انه رانا نتكلموا على التسويق الالكتروني وعمليه البيع والشراء، فهذا دائما يكون مربوط يا اما بوسيله من يعني وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي فيسبوك تويتر انستغرام ولا ايميل. هذا الحسابات كامل لازم تكون موثقه بالرقم السري اللي هو الباسورد. وهنايا يعني نعرف نعلم جيدا زميلي محمد انه اكثريه الاشخاص اللي يستعملوا الانترنت ولا يستعملوا الكمبيوتر دائما يامنوا الحساب تاعهم ولا الكمبيوتر الحسابات تاعهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام سناب شات ولا حتى الحاسوب الخاص بهم يامنوه بالباسورد اللي هو المود باس الرقم السري هاي. نعم، ف الشيء اللي ما نعرفوش على المود باس واللي لازم كذلك اليوم نعرفوا به المشاهدين الكرام انه كلمه السر يعني هي تحتوي على وي كاركتر معي من دونك وي كاركتر ثمان حروف ماجيسكول مينيسكول من داك نقدروا ندخلوا فيها الارقام. وكذلك قال لك في دراسه اللي تقول انه 54% من الاشخاص اللي يستعملوا الباسورد في الحاسوب تاعهم ولا في مختلف الحسابات اللي تتعلق مواقع التواصل الاجتماعي قال لك يستعملوا اسماء ومعاني شخصيه في كلمه السر. يعني واش رايك محمد في هذا؟ حتى ما ينساهاش، لانه تعرف انه كلمه السر لو كانت تنساها مشكله كبيره. صح، رغم انه عمليات استرجاعها ربما تسهلت لما يكون عندك ايميل ولا رقم الهاتف يرسلوا الكود وتعاود تسترجعها، ولكن دائما كلمه سر ديرها شيء قريب ليك، شخص عزيز عليك او تاريخ ربما مهم في حياتك اللي هو ربما تاريخ ميلاد الاب او الام او طبعا الزوجه او الابن او غيره. يعني المعلومات اللي ما تتنساش تبقى راسخه في الذهن. وكذلك كاينه دراسه قام بها احد الباحثين كذلك، دائما دراسه نلقاها في الولايات المتحده الامريكيه، وهذا باحث مقرب كذلك من مؤسس موقع فيسبوك اللي قال انه 26% في موقع فيسبوك يستعملوا خدمه ريمبر ماي باسورد، يعني ينسى بسبب مشاكل الحياه ومشاغلها. وفي الفتره الاخيره يعني حتى في موقع فيسبوك اعتمد تقنيه جديده وين ولا يربط الحساب تاع اي شخص برقم الهاتف، لانه حتى في يوم من الايام لو نسيت كلمه السر الموقع الحساب تاعك في فيسبوك ولا كلمه السر للايميل تاعك، فهنا بمجرد انك تلجا للهاتف تاعك تقدر تسترجع الحساب تاعك بطريقه مباشره. وقال لك كذلك هذه الدراسه قالت لك انه كاين 15% من سكان الارض ومن المستعملين لمواقع التواصل الاجتماعي يكتبوا كلمه السر ديالهم في ورقه او حتى على جهاز الهاتف، وهذه انا شخصيا نعتمدها لانه ننسى بزاف كلمه السر، فدائما كلمه السر الواحد ينساها لما يكرر لما يعاودها شحال من خطره، لانه لما دير كلمه سر معينه في حسابك في الفيسبوك لو تعاود تديرها بعد مده يرفضها، يعني ديرها تنساها دير كلمه اخرى، لو تعاود ترجع كلمه سر قديمه يرفضها لك يقول لك هذه استعملتها من قبل، لابد من كلمه سر جديده. وي صح، على الاقل يحضر ويغيب. وكذلك في نفس الدراسه اللي قالت لك انه 66% اقول في هذه الدراسه الامريكيه قالت لك 66% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام قال لك يستعملوا كلمه سر واحده او اثنين كحد اقصى لكل الحسابات. يعني دوك ناخذوا احنا شخص
عنده حساب في موقع تويتر وموقع انستغرام وموقع فيسبوك، فقال لك يعني في هذه الدراسه قالت لك اغلبيه الاشخاص، لانه هذه الدراسه تمت بالتعاون مع موقع فيسبوك، فقال لك معظم الاشخاص يقدر يستخدم يعني كلمه سر واحده لكل حسابات كاقصى حد. نعم، نعم كاقصى حد كلمتين دو مود باس. نعم. الكامل الحسابات تاعهم. وفي نفس الدراسه اكدت انه معدل الدخول عند المستخدم اللي يقدر يكون انا ولا انت ولا اي شخص في العالم، معدل الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي يقدر يكون حتى 8 مرات في اليوم. تفضل محمد. يوميا. نعم. الان وسائل التواصل الاجتماعي صارت جزء منا، جزء للاطلاع على الاخبار، ربما جزء ايضا للترفيه، وجزء للتواصل سواء صح. مع الزملاء في العمل ولا الاصدقاء، اصبحت شيء صعب التنازل عليه وصعب الاستغناء عنه للاسف، لانه الان فيسبوك يوفر خاصيه معرفه الوقت الذي تستغرقه في الفيسبوك. انا اطلعت على بعض الاصدقاء لقيتهم يعني يمكثوا الى خمس الى ست ساعات يوميا في صفحتهم في الفيسبوك، وهو رقم كبير جدا. لما نقولوا سيدي رقد 8 سوايع زيدوا 6 سوايع في الفيسبوك 14 ساعه، يعني اكثر من ثلثي يومه راح له بين النوم والفيسبوك. وهذا زميل إدمان. هذا شكل من اشكال الادمان، الادمان على مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا نخرج شويه من الموضوع اللي كنا نحكيو فيه، لانه كاين دراسات اللي تكلمت على الاشخاص المدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي ولا اللي عندهم هوس على مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا في الصين يا اخي لاحظنا الاسبوع الماضي لما حكينا عليها، لانه الصين تعتبر من الدول يعني اكبر القوى الاقتصادية في العالم، ولأنه في بعض الولايات في الصين ممنوعة مواقع التواصل الاجتماعي باستثناء هونغ كونغ. في هونغ كونغ يخي دايرين مخيمات لمعالجة المدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا يعني من هذا المنبر تاع برنامج صباح شروق يعني ندعي المواطنين الجزائريين انهم يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي في الشق الايجابي، يعني نعم. ما نبقاوش نجوزوا حالنا كامل في مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك ولا انستغرام، خاصه الاطفال، خاصه نعم الاطفال. نعم، لانه قادر يسبب لهم امراض جديده. نعرف انه التوحد هو احد نتائج استعمال وسائل التكنولوجيه سواء كان التلفزيون ولا الطابلات ولا الهاتف. ربما هناك امراض اخرى نفسيه ايضا يسببها كثره استعمال طبعا مواقع الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح شبيه بالإدمان على المخدرات. نعم. نعم. كمعلومة أخيرة نرجع كذلك نذكر بالدراسة اللي قام بها أحد الباحثين المقربين من مؤسس موقع فيسبوك، اللي قال لك أنه موقع فيسبوك هو أول موقع في العالم اللي اعتمد يعني على رقم الهاتف الشخصي من أجل ضمان حماية أكثر للرقم السري للحساب الموجود في الصفحة. كانت هذه المعلومات نتاعنا نهار اليوم. نعم. محمد، في الاخير عندي فقط نتوجه لانه اهدى لازم اهدى لانه البارح كان عيد ميلاد ام صديقي واخي هاني بوكزين، اللي نتوجه لها بتحيه لوالده هاني بوكزين. نقول لك كل عام وانت بالف خير، وربي يطولك في عمرك ويخليك تاج فوق راس العائله كامل، وكذلك تحيه لاب هاني بوكزين. نعم، تفضل محمد لك. نعم. الكلمة. نعم، شكرا لك. شكرا. احنا ايضا بدورنا نقدم التهاني للزميل محمد الامين جنادي المخرج معنا في الشروق، اللي اليوم ايضا يصادف عيد ميلاده. اذا يشوف كل عام هو بخير. هو محمد الامين جنادي يشوف بزاف صباح الشروق، مانيش عارف علاه صباح الجمعه ما يشوفوش كامل، لكن الزملاء راح يوصلوا التهاني تاعنا بسبب او بمناسبه يوم عيد ميلاده. كل عام وانت بخير محمد الامين. فارس شكرا لك. شكرا محمد. الاسبوع المقبل ان شاء الله، إن شاء اذا كان العمر بقيه، واذا كان طبعاً لصباح الجمعه ربما بقاء ان شاء الله. طبعا نسعد دائما بوجودنا معك استاذ محمد. شكرا لك. شكرا لك فارس. فقرات صباح الجمعة لا زالت متواصلة، لا زال معنا ضيفان، الضيف الذي سنستضيفه بعد لحظات الشيخ أحمد إبراهيمي للحديث عن التضامن الكبير للجزائريين مع الأشقاء في لبنان بعد انفجار بيروت، وأيضا تضامن بيننا بعد الزلزال الذي ضرب ميلا مؤخرا. قلوبنا دائما مع الأشقاء، مع الإخوة في ميلا، وحديث أيضا عن حملة عالمية تقيمها جمعية البركة مع بعض الشركاء اللي اسموها فلسطين تبقى بوصلتي أو فلسطين بوصلتي. نستضيف الشيخ أحمد إبراهيمي
بعد هذا النغم الإنشادي، ثم نطرح أسئلتنا ونستقبل أيضا هواتفكم واتصالاتكم عبر الهواتف التي نضعها لكم. الجمعة فضل أمين حتى يشوفوك المشاهدين، زيد شوف اللي هي أمين. أيوة ما شاء الله كثر خيركم، جابونا هذا الورد والورد حقيقي إن شاء الله. شيخ الورد حقيقي صحيح، الورد حقيقي ما هوش موش بلاستيك، هو وهم يعني ورود، هم أصلا ورود يعني. أي ما شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لوالديكم على هذا الورود، وابقوا تواصلوا معنا، كملوا معنا صباح الجمعة في قاعة الانتظار. ربي يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيكم ويكبركم في طاعته بحول الله. ربي الورد يناسب المحبة في محمد. نعم محبة نهدوه لكل المشاهدين الأفاضل اللي راهم يشاهدوا الآن يشاهدوا معنا، يشاهدوا فينا في قناة شروق وفي صباح الجمعة. مهدى أيضا لكل الأشقاء العرب والمسلمين بالخصوص في لبنان في بيروت بعد هذا المصاب الجلل. شيخ شفنا ربما هذا الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرين كان يعني مليء بالأحداث سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ربما نبدأ مع الانفجار الذي هز الأشقاء في لبنان بالضبط في بيروت. الآن القنوات الإخبارية والبرامج الإخبارية تناولته بالتفصيل والتحليل، ولكن ربما الذي يهمنا الآن هو الشق الإنساني، هو الشق الاجتماعي، هو الشق العاطفي. هذا اللحمة العربية والإسلامية اللي شفناها الآن مع التعاطف، ربما قبل الانفجار لبنان كان يعيش نوع من المجاعة، كان يعيش نوع من المشاكل، ولكن هذا الانفجار لفت أنظار العرب، لفت أنظار المسلمين. وأنتم أيضا كجمعية كان عندكم بصمة أيضا في بيروت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لك ولكل المشاهدين لهذا البرنامج وللقناة وللعاملين فيها كلهم إن شاء الله على هذا الجهد المبذول والرائع. كما يعني تفضلت سي محمد أنت في يعني وفي وصف دقيق، يعني بالحقيقة لبنان كان يعيش أزمات اقتصادية خطيرة جدا، وكان على حافة المجاعة وحافة الانفجار الشعبي. فإذا به تجي مصيبة أكبر وهي هذا الانفجار الذي هز المرفأ يعني، وكان في يعني مرعب ومخيف لدرجة أنه سموه هيروشيما ثانيا، يعني لأنه نسف الناس ونسف البيوت ونسف الممتلكات. ويعني في لحظات تغير وجه لبنان الجميل، تتكلم على لبنان، لبنان يغني عنها المغنيين ويتكلم عليها الفنانين، ويعني دل على أنها فسيفساء حقيقية. في لحظة من اللحظات أصبحت خراب، وهذا يتوجب علينا في هذه اللحظة لأننا نقف مع إخواننا هؤلاء، يعني إخواننا وأهلنا، وهو من ذاك المجتمع الكبير الذي ننتمي إليه نحن كأهل الجزائر. فالنجدة الآن وإغاثة هذا الشعب الآن أصبحنا مجبرين، يعني ليس منة منا أو مزية، وإنما هو واجب علينا أن نقف مع إخواننا. فهبت الدولة الجزائرية كمؤسسات رسمية، يعني الحمد لله كانوا من الطلعة الأولى. نعم في وهي طائرات. من أكبر المساعدات التي قدمت. نعم نعم لبنان أربع طائرات محملة وباخرة كاملة وكذا، وتعرف احنا لم نعطيها، لم تعطي الدولة الجزائرية دائما تساعد بدون مقابل، يعني ما عندهاش مقابل في هذه الأشياء. واحنا كمجتمع مدني ايضا هبينا هبه كجمعيه البركه، الان كنا من ضمن الطلائع الاولى، يعني بدينا نوزعوا في بعد اليوم الثاني بدينا نوزعوا في الوجبات الغذائيه وفي الماء وفي الدواء، وطواقمنا سهرت حتى على تنظيف الشوارع وتوزيع ايضا الكمامات، واعطاوا يعني كيما نقولوا احنا فرصة أخرى باش اللبنانيين يحسوا باللي الشعب الجزائري راه معاهم. سميتوها إيثار هذا. نعم سميناها إيثار، لأننا احنا تعرف احنا سي محمد أرانا في وضع، هو أصلا وضعنا خطير الآن، وضعنا احنا في الجزائر. هذه الجائحة أنتجتنا بيئة اجتماعية، وضع اجتماعي يعني، فقر زاد بسبب الجائحة بسبب الحجر بسبب كذا. فيعني صعب الآن ما تقدر تقنع واحد تقول له دي خلي الفقير هنا وروح لك، ولكن ديناها إيثار لأن الناس احنا مربوطين بدينهم، مربوطين بقرآنهم، باللي رانا في مرحلة الله ابتلانا صح بهذه الجائحة، ولكن ابتلانا في أنفسنا. هل اليوم نستطيع أن نضغط على أنفسنا وأن نلجم أنفسنا ونزواتها وأهواء ونتجه اتجاه الآخرين؟ نعم. ونعطي فرصة للآخرين، وهو سميناها الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخس. احنا نعم. صح محتاجين، ولكن نعاونوا خاوتنا. نعم ربي يتقبل منكم إن شاء الله. طبعا نشوفوا هذه الصور على وصول مساعدات جمعية البركة لمحتاجيها في لبنان بالضبط في بيروت بعد هذا الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بالضبط مرفأ بيروت. والمساعدات يعني وصلت في اليوم الثاني مباشرة بعد هذا الانفجار، وصلت لكثير من المحتاجين وسميت إيثار
حتى نقول او حتى تقول لجمعيه البركه انه صحيح هناك احتياج هنا ولكن ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. بعد الانفجار تاع المرفأ في بيروت ايضا الجزائر كان عندها ايضا نازله اخرى اللي هو هذا الزلزال الذي هز ولايه ميلا واللي خلف ربما عشرات او مئات البيوت، ربما خلف الاف المتشردين من عائلات من اطفال صغار من كبار السن. جمعيه البركه ايضا كانت موجوده رفقه جمعيات اخرى بالاضافه الى الجهود الرسميه، ايضا كنتم موجودين في الحدث يعني. اولا احنا نحمد الله ونشكره انه ما كانش كاين ضحايا يعني اموات وشهدوا، هذا يعني من ضمن الامور يعني اللي تخفف شويه، على الاقل الناس سلكت يعني سلكوا وليداتهم وسلكوا ازواجهم واخواتهم وكذا، ولكن هناك اضرار ماديه يعني اضرار ماديه حقيقيه يعني على الارض، يعني انت تتكلم على اكثر من 1000 بيت اصبحت غير صالحه للسكن، وناس يعني ما مش ناس قال كانوا محتاجين ولا كانوا اصلا مناطق تاع ظلال، هذه منطقه اللي شفناها احنا وكاين منطقه واحده اخرى يعني ناسها يعني خربة وكذا خربة. ولكن 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 هذا انتج والاخر يعني ناس اصبحوا بدون ماوى بدون اكل بدون كذا، وانت تتكلم راك في زمن الكورونا وزيد لها الصيف ودري صغار وكذا، فاحنا هبينا يعني درنا لجنه مكتب الوطني واستدعينا كل مكاتبنا في ولايه الشرق يعني الولايات الشرقيه ودرنا وقيمنا العمليه في هذه الزياره واعطينا اوامر لكل المكاتب تدير القوافي، يعني كل المكاتب تاع الشرق تدير القوافي. البارح بدات بميلا يعني ميلا وباتنا، وممكن اليوم ان شاء الله تمشي تاع سكيك ده وبعدها قسنطين. احنا قلنا شاحنات دخلت شاحنات نعم شاحنات جات ودخلت وبداوا يوزعوا وداوا معاهم، حتى قلت لهم حتى اعطيتهم حتى قلت لهم جيبوا حتى الالعاب للاطفال على الاقل يخفوا من الصدمه تاع الزلزال، وزدنا دينا معنا 4 أو 5 طبيبات نفسيات يعني باش كيما نقولوا احنا يعالجوا هذه الاثار تاع الزلزال، تعرف نفسيه الطفل وهو خايف مسكين، وخاصه الطفل كان في بيته امن وكان كذا ومن بعد يلقى روحه في الشارع يعني. صحيح. نعم معنا اتصال هاتفي نشرك المشاهدين الافاضل، معنا ام عائشه من ولايه شلف الاصنام سابقا. صباح الخير، جمعه مباركه. الو صباح النور، اهلا بك ام عائشه تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا. واش رايك الاخ محمد لاباس؟ الحمد لله انتم بخير لاباس. كيف حالكم؟ لا بس والله الحمد لله. الحمد لله، الله يحفظك يبارك فيك ان شاء الله، مرحبا بك. الله يسلمك. نعم، اليوم نعم، تفضلي تفضلي. راني فرحانة بزاف كي هدرت معكم أخ محمد، عندي مدة عام راني متصل بكم. الله يحفظك، نحن أسعد بك أم عائشة. والله نحبوك بزاف الأخ محمد. الله يحفظك يبارك فيك إن شاء الله، شكرا لك. ربي يعلم قامك إن شاء الله. الله يحفظك، بارك الله فيك. اليوم رانا نتكلموا على الاخوه في ميلا الشلف، عرفت ايضا زلزال عنيف وتغير اسم ولايه الشلف الى الشلف بعد ان كان الاصنام. الاصنام نعم. نعم في ذلك الوقت ايضا كان تآزر بين الجزائريين، كان رغم انه وسائل التواصل الاجتماعي كانت غير موجوده، ولكن الاكيد انه الجزائريين وقفوا مع بعضهم في ذلك الوقت كما وقفوا اليوم. نعم هذه صفة معروفة على الجزائريين أنهم سباقين في مد المساعدة مع أشقائهم عندما يتضروا. صحيح نعم. نعم شكرا لك أم عائشة، نعم تفضلي تفضلي. إن شاء الله ربي يكون معاهم في ميلا وإن شاء الله ربي يرد عليهم. إن شاء الله أمين، شكرا لك أم عائشة، تحية لك تحية لكل مشاهدينا من ولاية الشف. شيخ ايضا جمعيه البركه كما كانت موجوده في لبنان موجوده ايضا في ميلا، وشفنا مساعدات كثيره جمعيات اخرى وجمعيه البركه على راسهم اللي وصلت مساعدات للمحتاجين. ايضا جمعيه البركه ايضا عندكم ربما حمله عالميه ستبدا ابتداء من الغد، وجاءت في ظروف ربما ما على باليش كيفاش نوصفوها، ولكن ظروف عربيه، تململ عربي، تشتت عربي، عدم تواقف حتى على قضية نقول عليها أنها مركزية. رح نشوفوا البرومو نتاع حملة فلسطين بوصلتي التي تقيمها جمعية البركة رفقة بعض الشركاء في العالم العربي والإسلامي، ثم نعود للحديث عن هذه الحملة. هنا فلسطين نقطة التلاحم بين مشارق الأرض ومغاربها، هنا وجهة الأنبياء والرسل، عراقة الماضي وصمود الحاضر، وصقل مريم تحت نخلتها، الشامخة الأبية،
مقصد كل عاشق للحرية. جمالها يكتمل بقداستها، وعدالة قضيتها معجزة سماوية. هنا فلسطين البوصلة. يطلق شركاء مشروع التحرير جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني الجزائرية وائتلاف المرأة العالمي لنصرة القدس وفلسطين. الحملة العالمية فلسطين بوصلتي تحت شعار حتى لا تغيب عنا البوصلة التي جاءت على. إذن كان هذا برومو فلسطين بوصلتي الذي تقيمه جمعية البركة. شيخ أحمد إبراهيمي معروف على جمعية البركة، مشاريعها وأعمالها نحو الأشقاء في فلسطين، في كل فلسطين. يعني ربما المتابع للشأن الفلسطيني يتعاطف كثيرا مع المعاناة في غزة، ولكن جمعية البركة تعرف أن فلسطين موحدة بشعبها بأرضها. صحيح. وبكل قضاياها، قضية بيت المقدس، قضية غزة، ربما قضية اللاجئين، قضية السجناء. اليوم مع انتشار وباء كورونا، هذا الوباء العالمي، صار كل قطر عربي مسلم منشغل بنفسه بعد هذه المشكلة، ولكن أبت جمعية البركة إلا أن تقول وتذكر الناس أنه رغم هذه الجائحة، رغم هذه المشاكل التي تعيشها بعض البلدان العربية والإسلامية، رغم ربما عدم التوافق بين كثير من البلدان العربية والإسلامية في قضية فلسطين، إلا أن فلسطين يجب أن تبقى البوصلة. بالفعل كما وصفت أنت الآن، وأنا سأبدأ من حيث انتهيت أنت. هذا الوضع الذي فيه الأمة اليوم بأكملها، اليوم عدة ضربات أتت إلى هذه الأمة، وكما وصفت أنت التفريقة والشرذيمة والكورونا والانفجار تاع لبنان هذا زحزح القضية برمتها بكل تفاصيلها، زحزح على المواقع الصدارة سواء كانت إعلامية ولا توعوية ولا إغاثية ولا على مستوى الاهتمام بشعب محاصر في غزة أو ما يحدث في القدس من انتهاكات أو الانتهاكات التي تحدث ضد الأسرى أو ملف العودة اللي هو ملف رئيسي واستراتيجي لملايين من الناس شردوا من بيوتهم منذ سنوات وهم يكافحون من أرجاء. احنا في هذا الخضم هذه الأحداث قلنا لازم نعاود ندير شيء، نعاود على الاقل نرجع به القضيه الى الصداره. صح هي الام كبيره، صح، ولكن فلسطين لازم تكون اعلى، وفلسطين تكون اعظم من ان نهتم بامورنا حتى ولو نمس في حذاتنا. تبقى فلسطين دائما هي الاولى، لان هذه قضيه مركزيه عندنا وقضيه محوريه، سواء احنا كمسلمين هذه قضيه تخصنا في ديننا وفي عقيدتنا، سواء من الناحيه الانسانيه الاحرار العالم هذو ناس راهم مظلومين. يعني هي المظالم هذه زادت لان الكيان الصهيوني استغل الوضع هذا اللي رانا فيه، استغل ومد يدو الحوايج. كان واحد الوقت يخاف به يمد يدو اليه، هذه الاقتحامات الزائده والتدنيس وضم بعض الامور وما يحدث للسجون. يعني تصور السجون الان راها مملوءه بالكورونا، ناس راها تموت في السجون في سكوت راهم كل يوم، والقتل تاع الاطفال، القتل تاع الفلسطينيين يوميا، ولا واحد يتحرك. يعني فلهذا احنا ارتأينا باش نطلق هذه الحملة، وقلنا باللي هي حملة فلسطين بوصلتي، الحملة العالمية فلسطين بوصلتي، هي حملة لحشد الدعم والنصرة للقضية الفلسطينية، وهي حملة إعلامية توعوية ميدانية عالمية. على فلسطين لازم ننشر قضيتها في القارات الخمس، لأن قضيتها من الناس كل، يعني لإعادة تفعيل اهتمام الأمة بنسائها ورجالها وشبابها باتجاه بوصلة الأمة الخالدة فلسطين بكافة مكوناتها، القدس وقطاع غزة واللاجئين والأسرى. وزيد لها الآن مشكلة التطبيع هذا اللي زاد ظهرنا فجأة الآن، يعني بالأمس كان كارثة يعني وضربة قوية للصف العربي، مهما كان الصف العربي، مهما كنا نتكلم عليه ومهما كان، ولكن أنه يخرج دولة عربية في ضمن هذه التجاوزات الخطيرة اللي دارها الكيان الصهيوني ويطبعه هو فرحان، يعني دي مصيبة كبيرة. يعني أنا بالنسبة لي أنا كاين دول طبعت من قبل، كاين دول، ولكن والله ما وصلت لهذا الحجم تاع يعني انا بالنسبه لي هذه كارثه. وقعت وكانه الاعلان ليله امس وكانه عرس، يعني بعوده العلاقات يعني ووجود علاقات. نعم. شيخ، لكن اليوم
المشاريع التي تخص فلسطين يمكن أن نقول أن هناك مشروعين. مشروع يرى أن فلسطين يجب أن تعود لها كل الأراضي قبل 67 أو 48، لابد أن تعود الحرية لكل فلسطين، لابد لحق العودة أن يطبق ويعود أبناء الأرض إلى أرضهم، هذا المشروع الأول. وهناك مشروع آخر اللي كنا نعتقد أن القوى الغربية هي التي تنصره، اليوم هذا المشروع بدأ يتغلغل عندنا، بدأ يخترق عربيا، بدأ يخترق إسلاميا، ولعله من مظاهره هو علاقات بين دولة الإمارات الشقيقة وبين ما يسمى بإسرائيل. محمد، احنا الشيء اللي ما قبلناهش لينا ما نقدرش نقبله لغيرنا. احنا لما كانت الثورة الجزائرية ساومتنا فرنسا على الشمال والصحراء، نعطيكم الاستقلال في الشمال ودي الصحراء، احنا قلنا لها ولو ذرة الرجال او يعني الاوفياء المجاهدين والشهداء الحقيقة لها ولو ذرة رملة ما تديهاش. احنا هذه فلسطين تاريخية، هذه مني من نهر للبحر. ولكن مع هذا حتى اتفاقية اوسلو هذيك اللي رضخوا فيها والامور هذيك اصلا اليوم قاعدين كل مرة يقطعوا فيها شوية، يعني التطبيع البارح حتى اللي طبع البارح قال باللي حققت انجاز هو انني الغيت الضم تاع بعض، يعني مجرد ما داروا الحفل بدقائق يخرج نتنياهو يقول لا. لأن هذو الناس رابطين أمورهم بعقيدتهم، قال لا بسط اليهود والسامرة أيديهم على الأرض هذا نص مقدس ما نقدوش نغيره، مش نص ما كان حتى اتفاق التزمت بها. نعم. التزموا بها ولا اتفاق ولا التزموا، يعني انت قاعد مع عدو. الاتفاقات هذه لا تعني له شيء، مجرد أن تكتب على الأوراق ويدير بها حفل افتتاحهم بعد على الأرض يفعل ما يشاء. مازال القتل في فلسطين سمح البارح كان قصف على غزة، البارح كانوا يقصفوا في غزة، مازالوا الشهداء يومين يسقطوا، مازال التعدي على المسجد الأقصى، مازالت أمور كثيرة، الحواجز الأمنية في الضفة الغربية اللي يسودوا لهم معيشتهم، هذيك الضفة هذيك قسموها شوي، يعني الناس باه يخرج من منطقة لمنطقة كان يدير 10 دقائق لازم يضرب ربع سوايع خمس سوايع باش يروح. الجدر اللي تبنى، التمييز اللي الآن واقع لداخل وحقوق الفلسطينيين المهضومة، كل هذا احنا درناه في العام، درنا أهداف حملة فلسطين، قلنا التوعية، إعادة تفعيل اهتمام باتجاه بوصلة الأمة، هذا الشعار الكبير، توعية بضرورة دعم الشعب الفلسطيني في كل الظروف، هذه والقص تاعها، هذه الظروف ما لازمش ننساو فلسطين، مش قال الآن كورونا ونهتموا غير بالجزائر، لا موش هذا هو، احنا أمة واحدة، هذا التقسيم اللي راه موجود الآن هذا ديروه أن هم أعدائنا، صح احنا في النهاية احنا أمة واحدة، التوعية بضرورة دعم الشعب الفلسطيني في كل الظروف، تفكير ضمير العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني عموما وحصن قطاع غزة خصوصا، كي نقصد العالم مش نقصد بها أحرى العالم، نقصد بها الناس اللي قاعدين يدعموا في استقلال الشعوب وتقرير المصير، هذو مش منا، مش من ملتنا، حتى من اليهود، يعني شفناها من إيطاليا يعني كانت الطائفة اليهودية اللي فيها 800 ألف نسمة ضد الكيان الصهيوني، ضد وجود دولة تسمى إسرائيل، السعي لتوفير الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية إعلاميا وشعبيا، جذب أنظار العالم السياسي إلى ضرورة دعم القضية الفلسطينية كقضية عادلة. احنا الحملة هذه مش قاعدة مجرد الشعوب، لا، رسائل معدة للرؤساء للملوك للسفراء، نبهوهم من باب أن هناك شعب مظلوم، قضية يجب أن تأخذ حقها ويجب أن يراعى فيها حقوق الإنسان وعلى كل المستويات لازم الناس يعيشوا كما باقي البشر. الحصول الهدف الآخر، الحصول على شركاء وداعمين جدد للشعب الفلسطيني، هذه نقطة مهمة سي محمد، علاه قلنا الكلام؟ لأن الناس تعودوا باللي هذه المؤتمرات مجرد كلام وخطب وروح. احنا لا احنا هذه المؤسسات هذو اللي أقام البركة ولا الائتلاف العالمي شبكة قوية جدا، عندهم منظمات، عندهم، ولكن كلهم عاملين على الأرض، هذو معناه احنا دارين مؤتمر راح يخرج بتوصية، التوصية هذا مش مجرد كلام ولا بيان يخرج، لا، هو مشاريع على الأرض، قال عندنا هذه المحاور اللي حنت نقلوها قطاع غزة والأسرى واللاجئين والقدس، مع أنت هذا كل واحدة منهم راح تدي أسبوع من المؤتمرات، كاين مؤتمرات في أوروبا الفرعية، هذه يسموها المؤتمرات الفرعية في أوروبا، في الجزائر، في غزة، في القدس، في وين الدول اللي قادرة تدير علاه ندرس الوضع في غزة، ولكن من الآن خلينا نخرجوا بالحلول. قال واش يحتاجوا اهل غزه الان في هذا الحصار كذا، احنا كمجتمع مدني مش راح نقدروا نغيروا، احنا ماناش دول ولا، اولا نخاطبوا الدول بالمعاناه تاع القطاع واش كاين فيه، وفي نفس الوقت نجهزوا مشاريع عمليه، قالت اذا تحتاج قوافل تحتاج في الصحه، في التعليم، في الماء، في الشرب، معناها نقدر نحسن وضع القطاع ما استطعنا، هكذا القدس وهكذا اللاجئين وهكذا الاسرى، يعني ملف ملف ملف، ولكن في النهايه كاين مخرجات عمليه ميدانيه باش الناس يطمئنوا باللي هذه حمله عالميه لاول مره تحدث في تاريخ العمل الفلسطيني بهذا الحجم
وممكن بلك هذه الآلة تاع التخابر هذه تاع الزوم هذا يعني راح يسهلنا كثير، راح يدخلوا ناس وحنا فتحنا الناس كله، كاين تغطية كبيرة لقنوات كبيرة راح تغطي الحدث، وخاصة الافتتاح غدوة إن شاء الله على 1:30 راح تغطيه يعني قنوات كبيرة ومعروفة، يعني مع أنت الملايين راح يشوفوا هذا إن شاء الله إن شاء الله، باش الناس تفهم واحد الرسالة باللي الآن هذه لحظة مفصلية في قضية الأمة فلسطين، باش نبينوا باللي مهما كانت الظروف، مهما كانت الجوائح اللي تقيسنا، مهما كانت الأزمات، فلسطين تبقى هي البوصلة، هي البوصلة. نعم شكرا لك شيخ. معنا اتصال هاتفي من ولاية ميلا، ما زال معنا الاتصال. ألو سلام ورحمة الله، مرحبا بك، سامحينا طولنا عليك، مرحبا بك. بك إن شاء الله سمعتني من ولاية ميلا. أهلا بك، مرحبا مرحبا، تحية ليك، تحية لكل سكان ميلا. شكرا. عشان حبيت نقول لكم على هذه الجمعية اللي لاحظنا بزاف جمعيات جاتنا في الهزة الأرضية هذه الأخيرة. نعم. وعاونونا بزاف تاع الجمعيات وما لقينا حتى صعوبات في الشيء هذا. نعم هذا واجبهم، يعني ماهوش مزية منهم، هذا واجب كل الأحرار في الجزائر، ونبقاو احنا إخوة، اللي في ميلا، اللي في باتنا، اللي في وهران، اللي في بشار، اللي في مسيلة، اللي في تبسة، كلنا نبقاو خاوة ونقفوا مع بعضنا. إن شاء الله. حتى لاحظنا وجود أطباء، حتى جونا أطباء إنسانيين أو أطباء في كل إدارة كل الأمراض، حتى الأطباء الإنسانيين، فحبينا نقول لكم شكرا على هذا الاتفاق. الله يحفظكم، تي ثاني بارك الله فيك على التواصل وجزاك الله كل خير، وإن شاء الله محنة وتفوتي، إن شاء الله يرفع البلاء، والدولة الجزائرية كما صرح كثير من المسؤولين راح يتكفلوا بكل المتضررين بعد هذه الهزة الأرضية إن شاء الله، أبشروا خيرا إن شاء الله. إن شاء الله. حبيت ثاني تدخل موضوع البكالوريا لكن ما زلت ما. نعم عاودي تواصلي معنا بعد 20 دقيقة يكون معنا الأستاذ مهدي حتى نتكلموا حول الموضوع. أنت مقبلة على شهادة البكالوريا؟ نعم مقبلة على شهادة. راكي تحضري، راكي مع التحضيرات الاخيره؟ نعم كنا تما راجعنا من قبل ودركا رانا نديرو في الروتوشات الاخيره ان شاء الله. كملنا البرنامج ان شاء الله، ربي يوفقك ان شاء الله. وقي معنا مهدي زميل صديق والاستاذ مهدي، راح يعطيكم كثير من النصائح اللي راح تفيدكم ان شاء الله. شكرا لك ونتمنى لك التوفيق شهادة البكالوريا. شكرا، الله يحفظك، بارك الله فيك. الآن شيخ، الآن هذه الحملة، حملة فلسطين بوصلتي، ربما ستعود بالفائدة على الفلسطينيين المضطهدين سواء كانوا في الداخل وفي الخارج، وأيضا تعيد الاهتمام العربي الإسلامي والعالمي لهذه القضية، لهذه المعاناة اللي مش عمرها 10 ولا 20 ولا 30 سنة، اللي عندها عقود. لما نقول عقود نحكي على حجم المعاناة، ما ناش نقوله باللي لازم نفقدوا الأمل، لأنه اللي حب يفقد الأمل يعاود يرجع لثورة الجزائر ويرجع لتاريخ الجزائر ويشوف شحال قعد الاستعمار أو الاستدمار عفوا، مش الاستعمار، الاستدمار والاحتلال الفرنسي اللي هو شبيه بالاحتلال الصهيوني نفسه، يعاود يرجع لتاريخ الجزائر باش يعاود يرجع له الامل. صحيح. المده تعني المعاناه، ما تعنيش فقدان الامل. شوف هو محمد، احنا من باب كاينه رساله واضحه لازم نوزعها للناس، احنا نخدموا ونعملوا وننجزوا واش نستطيعوا باش على الاقل ما تمسناش لعنه التاريخ. الشيخ حداد الله يرحمه كان في عمره 80 سنه صار على فرنسا، هو الطلبه تاعو قالوا يا شيخ انت واش تقدر تدير لفرنسا هذه وفرنسا؟ قال لهم انا على بالي بلي ماش قادر ندير فرنسا، ولكن قال لهم على الاقل نحافظ على الجدوى تاع الجهاد ما تبقى حيه، على الاقل الجيل اللي يجي مورانا ما يشتمناش. احنا هذه العمليه راها تراكم يا سي محمد، العمليه اللي نخدموا فيه راهو يتراكم، والاحتلال راهو يخدم، هو زين ويخدم عنده مشاريع ويخدم وراهو يسهر ليل ونهار وعنده جمعيات وعنده كذا، دول خلفه، دول نعم دول انظمه، لا حتى هو في الميدان ينشط، عنده جمعيات وتنشط، عنده شباب وينشط، عنده كذا، وقاعدين يضحوا من اجل اهدافهم، هما على باطل وهما ظلام ولا يرجون ما نرجو نحن، ونحن أمة على حق وهذا مشروع وكذا، قاعدين احنا هذه الأعمال كلها تراكمية نحو إلى يوم الذي يأذن فيه الله سبحانه عز وجل باسترجاع هذه الأرض وهذه الضرة المغتصبة اللي تسمى فلسطين، وهذا اللي فيها الجوهرة اللي تسمى القدس، واللي فيها في لب هذا الجوهرة فيها المسجد الأقصى الذي كان يعني على مدار هذا التاريخ البشرية كله هو العنوان. فاحنا رانا نسترجع في شيء ثمين جدا. نعم. ورانا نناضل من اجل قضيه ثمينه جدا متعلقه فيها ترابط ما بين السماء والارض، لان منها وقع الاسراء والمعراج، مش حاجه صغيره هذه يا محمد اللي نقدروا نتنازلوا عليها ولا نقدروا نسكتوا عليها ولا نقدروا نقدموا عليها الامنا وجراحنا.
لازم الناس تعاود تفهم باللي هذه راهي آية من كتاب الله. ما تقدرش تقدم روحك على آية من القرآن الكريم، ما تقدرش. القرآن مقدم على كل شيء، السنة مقدمة على كل شيء. إذا أردت أن أن أنك تضع آلامك وجراحك مع نص قرآني بهذا الحجم، ما عليك إلا تراجع عقيدتك وإيمانك. نعم إن شاء الله فلسطين ستبقى البوصلة، بالخصوص الجزائريين، لأنه إحنا في الجزائر ربما ما عدناش متفقين يعني هناك وحدة شعبية وأيضا هناك وحدة شعبية يعني ورسمية يعني ما شاء الله. نعم. يعني فلسطين هي البوصلة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه الحملة، وإن شاء الله تحقق الأهداف المرجوة منها، وإن شاء الله أيضا يبقوا الجزائريين مشاركين. وإحنا نوجه دعوة لكل من يسمعنا يقدر غدا يتابعنا على الوحدة ونص، يبدأ الافتتاح إن شاء الله الرسمي لهذا المؤتمر. نعم. يعني. وين يتابعوكم شيخ؟ يتابعونا عن طريق يا إما الفيسبوك. الروابط في الفيسبوك، كاين قناة الجزيرة مباشر، كاين قناة الأقصى، كاين الشهاب، كاين قناة الوطن التركية، كاين قناة الفلسطينيوم، يعني عدة قنوات يعني، وحتى نعم. كاين قنوات أوروبية لأن الحدث يعني الحملة مترجمة إلى خمس لغات. نعم الحملة مترجمة إلى خمس لغات. نعم نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا سيدي. فلسطين هي البوصلة. شكرا لكم. إذا كان هذا الشيخ أحمد الإبراهيمي والحديث عن التعاطف الجزائري الشعبي مع الأشقاء في لبنان بعد انفجار مرفا بيروت، أيضا التعاطف الداخلي بين الجزائريين بعد زلزال الذي حدث بميلا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة وأن يرفع البلاء عن الأشقاء والإخوة في ميلا، وأيضا حديث عن حملة فلسطين بوصلتي، هذا الحدث الذي سينطلق غدا بحول الله ليعيد فلسطين إلى واجهة الأحداث وإلى أساسيات الأخبار والأحداث والاهتمام. الآن صباح الجمعة وصل إلى آخر محطة، حيث سنستضيف الأستاذ مهدي رمضاني للحديث عن شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، ونسعد باستقبال هواتفكم، سواء هواتف المترشحين من التلاميذ أو هواتف أولياء الأمور، للإجابة عن أسئلتكم تساؤلاتكم وأيضا عن صعوبات المراجعة والمرافقة. نخليكم مع هذا التقرير لزميلة ربما من الطاقة لكل المقبلين على هاتين الشهادتين، وأيضا لأولياء الأمور الذين يرافقون أبناءهم. لهذا الغرض نستضيف الأستاذ مهدي رمضاني اللي راه متابع وربما خبير بالمراجعة وبالمرافقة. مرحبا بك أستاذ. صباح الخير أخويا محمد. صباح الخير المشاهدين توانا. ويبارك فيك. في الحلقة الماضية كنا وعدنا المشاهدين أنه نعود نطرق لهذا الموضوع. أنا شخصيا استقبلت مجموعة من الملاحظات خاصة من تلاميذ شهادة البكالوريا اللي قال لك رانا مظلومين، لأنه المفروض شهادة البكالوريا هذا العام ما تندرش، المفروض المرور يكون للجميع، أو على الأقل يكون كما داروا في شهادة التعليم المتوسط، اللي عنده فوق العشرة يمر، واللي ما عندوش يعاود يديروا الامتحان. أعتقد أنه هذا الأمر صعب جدا، يعني حتى لو يندار هذا الأمر راح يفقد أهمية هذا الامتحان اللي يكون هو فارق بين مرحلتين، بين مرحلة التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والمتوسط وبين التعليم الجامعي. نعم هو عنده إشكاليتين. إشكالية الأولى أنه ممكن راح يستفاد منه ناس ما يستاهلوش، لأنه ما اجتهدوش ما تعبوش، راح توازي بين اللي قرأ واللي ما قرأش. النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي ربما هي تعتبر نقطة جوهرية في الموضوع، النقطة الجوهرية أنه الانتقال بين وزارة ووزارة في القانون الجزائري أنه لازم يكون امتحان وطني، هذا الامتحان الوطني اللي هو البكالوريا. فلذلك بحكم أنه القرار لم يتغير والقانون لم يتغير، فأنه التلاميذ مضطرين ولا لازم يجوزوا البكالوريا تاعهم، لكن استفادوا من تأجيل حتى نشوف الأمر من الزاوية الإيجابية والزاوية الواقعية. التلاميذ استفادوا من تأجيل، كاين تلاميذ في بلدان أخرى جوزوا البكالوريا في وقتها في تلك الظروف. صحيح. في هذه الظروف جوزوا، لأنه ما ننساش حنا الظروف، لو نعود نرجع إلى الظروف تاع البكالوريا، هي بحد ذاتها ظروف تطبق فيها معايير السلامة، لأنه كل واحد يقعد في الطابلة وحده، عدد ما كاش عدد التلاميذ كبير، فالأمور نقدر نقوله 50% من المعايير تاع السلامة موجودة. المشكل أنه تلاميذ داخل الامتحان هل يطبقوا ولا ما يطبقوش معايير السلامة، النقطة المهمة، وهل يجينا تلميذ مريض ولا ما يجيناش تلميذ مريض. لكن أغلب تاع التلاميذ تاني اللي لاحظتهم خويا محمد يشكي ويقول لك أنا يا في البيئة تاعي، وعلاش هو يطالب هو بالتأجيل وكلش، لأنه في البيئة تاعه راهو يشوف باللي عنده مرضى ولا هو مرض وما شابه ذلك، هذا اللي راهو يدير. لكن الله غالب. نعم لكن هذو أيضا لازم يضعب بعين الاعتبار. احنا ماناش هيئة رسمية حتى نبت في, في في أمرهم، احنا ربما برنامج نرفع المورال كما يقول لك، نطلعوا المعنويات للمعنيين بهذه الامتحانات. لما واحد يتوفى لوالده
ولا الأخ تاعو ولا شخص عزيز عنه. لما واحد يمر بهذه الجائحة بهذه المشاكل وبعدين يزيد يجيه زلزال مثلا اللي راح يجتاحوا اللي راح يديروا شهادة البكالوريا نعم. في ميلا وبالخصوص بالمناطق اللي تضرت ربما الأمر صعب عليهم صعب عليهم يعني حتى يكونوا واقعيين. شوف هو صعب وأنا راح نقول كلام أنا اللي راني نقول فيه ما عندوش علاقة مع جهات رسمية. قد تتخذ إجراءات الجهات الرسمية لاحقا أنه إذا شافت تروح إلى دور ثاني ولا ممكن كما صار في بكالوريات سابقة يعني إذا شافت باللي هناك ظروف تاع مثلا تعميلة لأنه صح اشتدت الآن وهي جات في تيبازا ثاني يكون في مدية وكلش. لكن احنا أنا الفكرة الأساسية اللي حبيت نقولها أنه احنا يجب أن نتعامل مع الظروف الموجودة الآن. أنا جتني كثير من الاتصالات بعد الحلقة تاع الاختراع اللي فاتت اللي قال لك الحمد لله سمعنا الحصة وبدينا اليوم نراجعوا كاين اللي بدا من الحصة هذيك من البرنامج تاعنا تاع الأسبوع الماضي قال لك أنا اليوم قررت نراجع البكالوريا وفتحت باب أمل وعرف فاق النقطة مهمة التركيز تاعك الجهد الذهني تاعك وين تحطه راح يكون إفيكاس يكون لا وين تحط التركيز تاعك راح يكون لك الدافعية لهذاك الشيء. أنت إذا حطيته في الألم تاع انه كورونا وما نقدرش كلش راح يعطيك الدافعيه راح يبدا يخرج لك الاسباب راح يعاونك باش تعيش الالم. لو كنت تفكر في اللي كاين امل معين كاين امكانيه هي فرصه ونقدر نجيب البكالوريا وحاجه مهمه وان كانت الظروف صعيبه احنا ماناش نختلفوا في الظروف صعيبه كلنا نتفق انه هذه الظروف ظروف استثنائيه عاشها العالم ما عاشتهاش الجزائر 2020 ظروف استثنائيه عاشها العالم. فرانا نقولوا يا جماعه وان كانت الظروف استثنائيه نحاولوا نشوفوا 5% 10% 20% تاع الامل الموجود وهذا اللي يعطينا الدافعيه باش نتحركوا حنايا في العمل تاعنا باش ما نبقاش مربع يديه. نعم يعني الان انا خليني نمثل دور الاخر يعني نمثل دور التلاميذ يعني الان اللي راهو راح يجتاز مثلا شهاده التعليم المتوسط نعم هو اصلا راهو عنده الاحساس وعنده هذيك الفكره انه هو تلميذ ضعيف بين قوسين ما دام ما مرش فوق العشرة راهو تحت العشرة الآن راهو عنده الاعتقاد وعنده هذيك الأفكار السلبية وهو أنه تلميذ ضعيف وراهو مقبل على شهادة تعليم متوسط مع هذه الظروف مع كورونا مع ربما بعض المشاكل اللي عندهم ربما مشاكل عائلية بسبب فقد حبيب فقد واحد عزيز أو مرض واحد عزيز أيضا هذا ربما دافع إلى أنه يشوف الأمور بسلبية يعني بكل صراحة. نعم أكيد هو أصلا راهو يشوف باللي أصحابه كانوا يقرأوا معاه والان راهم يستمتعوا بالعطله تاعهم يعني داو عطله واستمتعوا بها وما شابه ذلك. هو يشوف روحه باللي راهو في نقطه ضعف لانه اصلا هو لانه باش ناخذوها بعين الاعتبار من الجانب النفسي هذه الفئه اللي راح تروح تجوز البكالوريا راح تروح التعليم المتوسط راح تروح بعقده النقص هذه. وعلاش كما نقولوا حنايا بالدرجه تاعنا يروحوا يجوزوا هو حشمان خاطر علاش صحابو الاخرين كاع ماهمش يجوزوها مراقدين هذيك الصبحه هو ويروح يجوز الامتحان وشبه ذلك. فهذه النقطه هنا لازم ننبهوا الاولياء كيفاش يتعاملوا معاها لازم يعطيوا واحد الدافعيه الايجابيه الحافزيه للابناء تاعهم وهنا لازم الوالدين يفهموا باللي الابناء هذوما اللي راهم تحت عشرة راحين يكونوا في زوج اصناف ما كاش ثالث منهم كاين يا اما واحد عنده صعوبه في التعلم ويجب ان تعالج يا اما واحد كسلان يعني عنده قابليه للتعلم يعرف يقرا وما شابه ذلك لكن هو ما حبش يبذل مجهود باش لماذا لانه كل واحد تختلف الطريقه تاع التعامل معه. هذاك اللي عنده صعوبه في التعلم ممكن لازم نعلموه بوحدو لازم نقراوه ونجيبوا له استاذ ويحاول يلحقوا وفي الغالب هذا الانسان اللي عنده صعوبه في التعلم ما راحش يشعر بالنقص تاع الناس ما قراتش وكلش لانه هو عارف لانه اصلا عنده مشكل مآمن بالفكره هذه وراه مستسلم للامر ما عندوش واش يخسر فلذلك عنده الامل في البكالوريا. وشكون اللي راح يشعر بالنقص؟ راح يشعر بالنقص هذاك اللي يعرف يقرا في الاصل وما يبذلش مجهود نهار كامل هو راقد نهار كامل هو يلعب في البلاي نهار كامل هو يشوف فلي ماتش وما شابه ذلك هذا راح يشعر وكانه دوكا هذا الشهر الاخير وكانه راح يدير له زلزال يقول لك انا ياه كنت قادر نقرا من قبل ونفهم واش صرالي ومن بعد هنا هذا راح يقعد بين خيارين هل نقرا ولا نريح هل نقرا ولا نريح. القرار هذا باش يتاخذوا لازم الوالدين تكون عندهم دخل ايجابي لازم مرافقة. ويدفعوه يوفروا له الظروف وما يعنفوش الى اخره. عندنا نموذج ربما اكرام من ولايه المديه. السلام عليكم صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك اكرام مرحبا. اهلا وسهلا. لدي تدخل فيما يخص فضلي معليش عرفتينا اكرام انت مقبله على شهاده البكالوريا؟ ايه مترشحه شهاده البكالوريا. نعم وش من شعبه؟
لغات اجنبيه. الله يبارك، مرحبا بك، تفضلي. الله يسلمك. نحاول نفهم فيما يخص الحاله النفسيه، يعني بك احنا شويه يعني حوالي 6 أشهر او هكاك ما قريناش، يعني نسينا هذاك الجو تاع الدراسه، ما عندناش هذوك النصائح، قال مثلا اختار هذاك الموضوع على حساب تاخذ وقت في الاختيار، هذوك النصائح يعني. نعم. وش هذا تساؤل عندك؟ اختار الموضوع. يعني كيفاش تخيري موضوع، كيفاش تخيري الموضوع في اثناء الامتحان؟ كيفاش نعم، هو هذا السؤال يترجم الوضعيه النفسيه والدراسيه نتاعك. يعني انت راكي متحضره نفسيا، راكي تراجعي وراكي تخمي في يوم الامتحان، يعني خلاص تجاوزتي الازمه وحضرتي. شحال كانت معدلاتك؟ اكرام 14 فاصل. ما شاء الله، راكي مقبلة، عندك أمل، عندك إحساس أنك تجيبي شهادة البكالوريا؟ إن شاء الله، وأني نأمل في معدلات بعد. الله أكبر، ما شاء الله، ربي يوفقك إن شاء الله ويسر لك. نتمنى أنه التلاميذ يكونوا كامل كيما أنت إن شاء الله، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. إكرام، شكرا. آمين يا شكرا. نعم، إكرام الآن حاضرة نفسيا، راهي مراجعة ومازال ربما تراجع، هي تسأل على يوم الامتحان، كيفاش نخير بين موضوعين؟ تاريخ، في التاريخ والجغرافيا، في مانيش عارف دوك، اعتقد انه في كل المواد صار موضوعين في وقتنا، كان موضوع واحد، كان موضوع واحد، وان كان انا نشوف باللي الموضوع واحد هو الافضل. لا حتى ما يضيعكش وقت في الاختيار، ما يضيعش. الان هما صح ضافوا لهم نصف ساعه 30 دقيقه، لكن كثير من التلاميذ راهم يوقعوا في خطا انه ما يفصلوش بين الاسئله تاع المواضيع، فتلقاه يجاوب على بعض الاسئله من الموضوع الاول وبعض الاسئله من الموضوع الثاني. وكاين بعض التلاميذ اللي يديرها حيله، يقول لك نجاوب منا ومنا ومن بعد هما راح يحسبوا لي كلش، هو ماهوش عارف اللي ما يحسبولوش، يحسبوا له غير موضوع يعني واحد. يعني منهجيا المصحح لما يلقى التلميذ جاوب على الموضوعين يلغي كل شيء؟ لا لا، ما بيش كيفاش يتعامل. صح، اكيد اذا يتعامل مع موضوع واحد، موضوع واحد المنهجيه تاعهم كاش يعالجوا، لكن اذا يتعامل يعني مع موضوع، يعني التلميذ لما يخير موضوع لازم يخير موضوع، لازم يخير موضوع، على اي اساس يخير موضوع؟ لكن على اي اساس يخير الموضوع؟ هذا مثل ما دار جمال بالماضي باش يربح لاكوب، لازم يعرف يخير اللي جوا اللي يلعبوا بهم، اللي يلعب بهم. انت نفس الشيء، انت يا راك محضر، احنا رانا كي نكونوا نحكيو في المواضيع رانا نحكيو على الناس اللي محضره، اللي ماهيش محضره ما نقدروش نحكيو عليها، ماهش يطيح الوحي هذاك النهار، نحكيو على الانسان محضر كيما الاخت هذه اللي تهضر معنا. فتما لازم اكيد اول حاجه لازم تقرا الموضوع الاول وتقرا الموضوع الثاني، والهدف الرئيسي اللي ديروه في راسك، الهدف الرئيسي شكون هو الموضوع اللي تقدر تجمع فيها اكبر عدد من النقاط، يعني وشكون هو الموضوع اللي راح تشعر باللي عندك قابليه حل كامل الاسئله تاعو وما توقفش. هذه هي الاستراتيجيه، لازم تدخل باستراتيجيه رابحه، ما تروحش تدخل بشكل عاطفي تقول والله غير هذا نختار هذا الموضوع لانه فيه تمارين نفهمه مليح، وتهمل زوج تمارين البقيه لانه في الغالب هما 3 تمارين ولا 3 اسئله. فتختار الموضوع اللي عندك قابليه حل فيه اكبر عدد من النقاط، فانت الاستراتيجيه الرابحه تاعك هو تجميع النقاط، هذه هي النجاح في البكالوريا. البكالوريا وعلاش انا نقول لهم حتى التلاميذ لازم ينتبهوا، كاين بزاف تلاميذ راهم يغلطوا يروحوا يركزوا على ماده اساسيه ولا زوج. البكالوريا هي مجموعه من النقاط، هذيك مجموعه من النقاط هي وكانك دخلت الى مزرعه، هذيك المزرعه متنوعه، لازم تجمع نقاط من كل بستان. نعم. في المزرعة تاعك. نعم، زملاء هل كاين اتصالات؟ من؟ شكون معنا؟ ما سمعتش، من العاصمة من؟ عائشة، مرحبا بك عائشة، صباح الخير، السلام عليكم. أخت عائشة من الجزائر. مرحبا بك، مرحبا. الله يسلمك. الله تفضلي، مرحبا. اليوم رانا نتكلموا على التلاميذ اللي عندهم امتحانات تاع شهاده التعليم المتوسط وشهاده تعليم البكالوريا. نعم، عندكم في البيت مقبل شهاده الباك، شهاده البكالوريا؟ نعم. عندكم في البيت مترشح؟ انا اللي راح نترشح شهاده البكالوريا. ما شاء الله، اي الله يبارك، ما شاء الله، ربي يوفقك ويسر لك ان شاء الله. يعني ان شاء الله اتمنى وان شاء الله الباك هذا ندوزه بخير ان شاء الله. ان شاء الله. هما الاحرار ربما الضغوط النفسيه بعندهمش، مالفين بالامتحانات وربما دايرين امتحانات من قبل، يعني حضورهم النفسي وحضورهم الذهني يوم الامتحان راح يكون اكبر من المقبلين عنه لاول مره او ثاني مره النظاميين. ان شاء الله ان شاء الله. احنا يعني انسان يوجد. نعم، الو. تفضلي تفضلي، نسمعوك. احنا ان شاء الله نوجدوا نفوسنا، انا موجدين نفوسنا ان شاء الله الامتحان. نعم، شكون مستعدين مليح. وش من شعبه دايره
شو شعبة؟ آداب وفلسفة. إن شاء الله ربي يوفقك ويسلك. خلاص حضرتي راكي تقراي ولا راكي تراجعي شوية؟ أنا راجعة، أنا مع المراجعة في البيت أكيد. المليح ربي يوفق ويسر ان شاء الله، وان شاء الله وان شاء الله نسمعوا اخبار النجاح لكل المشاهدين، نسمعوا لهم اخبار النجاح ان شاء الله. توفيق للجميع ان شاء الله. نعم شكرا لك، ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا، الله يسلمك. شكرا، الله يحفظك. يعني حتى الاحرار ربما الضغوط النفسيه على الاحرار تكون خفيفه يعني مقارنه. نعم. بالنظاميين هو الاحرار عنده الاشياء اللي تخليه ما عندوش ضغط نفسي، خاصه اذا كانوا كبار في العمر، لانه الاحرار الصغار يبقى لهم نوع الضغط النفسي متابعه على الاولياء تاعهم. الاحرار الكبار ما عندوش واحد فوقه اللي يقول له لازم تجيب البكالوريا وما شابه ذلك، لانه هذا العامل تاع الضغط النفسي ولا تاع التنبيه الدائم عامل مهم في النجاح وفي الفشل. خويا محمد لماذا؟ لانه الانسان هذا اللي راهو محضر البكالوريا، كي يدخل العامل تاع التنبيه الخارجي، المنبه الخارجي، لازم تجيب الباك، لازم تجيب معدل مليح، لازم تجتهد، لازم كذا، هذا عامل ضغط. هذاك يمثل ضغط. وحنايا واش راح يصير لنا؟ عندك الجانب العاطفي وعندك الجانب المنطقي. القرايه تاعك، التحضير تاعك راهو في الجانب المنطقي. العاطفه اللي هي الخوف، الشجاعه، الثقه في النفس، راهي في الجانب العاطفي. انت كي تدخل للبكالوريا اصلا الجانب العاطفي فيه الخوف شويه راهو مرتفع، شكون راح يتغلب عليه؟ التحضير الجيد راح يخليك منطقي مرتاح، يرجع لك الثقه في النفس، يخليك يعني يعطيولك الورقه. نعم. تجاوب بسهوله. بصح تخيل معايا واحد محضر، وهنا هذه اشاره مهمه للاولياء، واحد راهو محضر وراهو جاهز والاولياء تاعو يروحوا يضغطوا عليه، وبالك تنسى هذه، بالك تعمل هذه، بالك وش يصرى؟ يطلع له الجانب العاطفي تاعو، لما يدخل البكالوريا يدخل بالخوف، المنطق يروح. وهذه بزاف تلاميذ تصرى لهم، كي يكون في الامتحان ينسى كلش، كي يخرج يقول لك تفكرت. هو مش قضية تفكر. نعم. هو المنبه تاع الخوف، مثل ما احنا نكونوا نسوقوا في السيارة تاعنا وتشعل لك الإشارة الحمراء تتوقف. هو كان جاهز في الامتحان وباباه كان يقول له بالك في الامتحان تنسى الفكرة الفلانية، دائما الكلمة اللي فيها تنبيه بهذه الطريقة لا تعمل هي اللي ركز عليها العقل تاع الإنسان. يقول لك أنا لا تفكر في أرنب أبيض، حاجة الأولى تفكر في أرنب أبيض لأنه منعتك. فإيصرا هو يقول له بالك تنسى هذه يوم الامتحان. نعم. هو كي يدخل الامتحان حاجة الأولى اللي يتفكرها. نعم. عملية إذا مرافقة العائلة للتلميذ المقبل على امتحان شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا هو عامل مهم جدا. نعم. يعني المرافقة مهمة جدا. عندنا اتصال من باتنا، شكون معنا؟ معك هناء. هناء مرحبا بك، السلام عليكم، صباح الخير. وعليكم السلام. أهلا بك هناء، مرحبا. سمعينا من الهاتف هنا حتى يكون تواصل. نسمع فيك من الهاتف، باغية برك نحكي مع ال. نعم مرحبا بك هنا، تفضلي يسمعك الأستاذ. عندي مشكل بخصوص كيف نختار الموضوع، بزاف متوتر وخايفة أسكي نروح نقعد فوق طابلة الامتحان ننسى كل شيء. علاش علاش تنساي هنا؟ ياك محضرة وعلاش حتى محضرة؟ أنا خفت اللي يتحط قدامي السجن ننسى كل شيء. نعم ما تنسايش إن شاء الله، ما تخافيش إن شاء الله. هذا هو سؤالك هنا. نعم زيدي. هي وعندي سؤال واحد آخر فيما يخص الموضوع، خايفة بزاف نخير الموضوع الغالط، يعني اللي يكون صعيب شوية. نعم تكلمنا احنا على اختيار الموضوع، لكن الآن الأستاذ مهدي راح يزيد يفصل. ولكن أخطر شيء ولا أهم شيء لما يوم تروحي الامتحان انك ما تخافيش، اذا خفتي مشكله، لكن ان شاء الله ما تخافيش ما دام راكي محضره مليح ومازالك تحضري هنا، مازالك مع المراجعه والحفظ. مازلت مع المراجعه. وش من شعبه هنا؟ شعبه علوم تجريبيه. علوم تجريبيه اي وبزاف صعيبه هذه الشعبه، نقرا وبرس كل شيء. نعم نقرا العلوم الطبيعيه، الفيزياء، الرياضيات، الادب. نعم وعندي مشكل في الفلسفه، ما نحبهاش. نعم. ان شاء الله خير. معليش هناء، ولكن تاكدي انك لما تكوني يعني لما تراجعي مليح ولما تكوني حاضره ذهنيا ونفسيتك قويه وماكيش خايفه يوم الامتحان ما راح يضيع لك حتى شيء ان شاء الله، وتجيبي البكالوريا تاعك كما جابوها الملايين قبلك في الجزائر. تعرفي انه مئات الالاف اللي جابوا ما راحش يكونوا خير منك انهم جابوا شهاده البكالوريا. لا ايه ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقك هنا ان شاء الله، وان شاء الله نسمعوا اخبار ساره عليك وعلى كل المقبلين على شهاده البكالوريا ان شاء الله. وجمعه مباركه. هنا تخاف، قالت لك هذا كي ندخل نقعد في الطابله عندها الهاجس انه قادر لما نقعد في الطابله ننسى كل شيء. هاجس هذا هو. هذه عندها علاقه مع نقطه مهمه خويا محمد، هي برمجه سابقه لازم نشرحها لهم ونسيين بسطها.
اي فكره يفكر فيها الانسان، التفكير اللي راهو في الذهن تاعك راح يكون لك واحد الصوره. شغل شو راك تشوف التلفاز، راك تشوف قاعه سينما، راح يكون لك صوره فيها مشاعر، فيها صوت، فيها كل شيء. هذا التفكير الداخلي راهو يكون لنا مجموعه من القطع تاع الفيديو، والفكره في الذهن تاعنا تنتقل في الزمن الى الخلف والى الامام. لما نقول انايا انا حفظت كلش جاهز ونبدا نفكر، نبدا نبني واحد الفيديو، نقول انا يوم الامتحان راح ننسى وكذا، شكلت واحد الصوره، شكلتها الان ورسلتها لوين؟ ارسلتها ليوم الامتحان، ارسلتها ليوم الامتحان، نهار تروح ليوم الامتحان واش راه يصرى؟ انا حطيتها في المكان والزمان اللي الذهن تاعي برمجته، اللي هو يوم البكالوريا، يوم امتحان مثلا الادب العربي ولا التاريخ او الفلسفه كما كنت تقول، ولا الفلسفه، راك رسلت المعلومات لهذاك المكان. انت كي تخرج هذاك اليوم من البيت تاعك تخرج عادي، كيما عطيت لك المثال تاع الاشاره، لما تروح اول حاجه كي توصل لهذاك المكان الاشاره الذهنيه الاولى اللي تجيك تعاود تفكر. وبطبيعه الانسان الفكر تاعو يمشي بفكر متساوي وينتشر من نفس النوع. واش نقصد بينتشر من نفس النوع؟ انت هذا الطفله اللي كانت تسمع فينا الاخت هذه ولا اي انا وانتيا، لما نشري حاجه تشري سياره، انت هذيك السياره جامي شفتها في الخارج. نهار تشري سياره تخرج تشوف الناس كاع وكانها شرت نفس السياره تاعك، صح ولا لا؟ عندك قانون الانتشار. قانون الانتشار هي كي تدخل للمسيد المدرسه راح تجوز فيها، تتلاقى مع الناس اللي راهم خايفين، تبدا تحكي معاهم، يزيدوا يعطيوا لها الطاقه تاعهم. هذا واش راهو يصرى؟ يعني الان الافكار الايجابيه احنا اللي نصنعوها، يعني تخاطب نفسها باللي الامر عادي. انا صنعي البيئه، فكري هذاك السؤال دوكا اللي خفتيه نهار الامتحان، عاودي شوفيه بطريقه اخرى، قول ياه لو كان انا يجيني السؤال هذا هاكاش راح نجاوب في الورقه. نعم. نكتب في البرويون تاعي مثلا في المسوده ومن بعد نقول الاجابه. نعم. فاعطي هذا ما يسمى بالمحاكاه خويا محمد. هذا الكابتن تاع الطائره، الكابتن تاع الطائره قبل ما يعطي له الطياره يسوقها لازم يدير محاكاه في ارض في الارض، فيتخيل هذو اللي راهم يروحوا مثلا الفضاء وكلش. نعم. فيقوموا بمحاكاه الان. نعم. ومن بعد يروح يجرب في الحقيقه. نعم نعم. ايضا كانت تكلمت على اختيار على الفلسفه واختيار الموضوع. فقط فقدنا الاتصال بمحمد من تيارت، نطلب منه ان يعاود يتواصل معنا. ومعنا ام شمس الدين من تيبازا. السلام عليكم، مرحبا بك. اهلا بك، مرحبا، تفضلي. الله يسلمك. عندي وليدي جوست باش غير استفسار، عندي وليدي يخاف دائما. نعم. كل ما يفوت الاختبار هو محضر روحه كامل، ما حطاته حتى في العام. نعم. كل ما يحضر يكون يجوز الاختبار يخاف. هو شحال في عمره؟ هذا راه في البكالوريا ولا شهادة علم متوسط؟ متوسط. متوسط، نعم. دائما عنده هذا يعني الخوف مسيطر عليه، يحفظ لما يروح الامتحان ما خلاص الخوف ينسيه في كل شيء. نعم. نعم، ان شاء الله خير، ابشري خيرا. ان شاء الله. ان شاء الله. هو محضر يعني ماشي. نعم، راهو معاك؟ راهو يشاهد فينا في التلفزيون؟ لا، راه يحضر عند معاه. معليش، لكن الان راح يكلمك. سمعنا هي راح قالها. نعم. كلمه مهمه لي. كلمك الاستاذ مهدي حول الابن تاعك. شكرا لكم شمس الدين. شكرا. دقيقه ونعود لكم شمس الدين. بالنسبه للفلسفه، الفلسفه كاين تلاميذ راهم غالطين فيها، يحسبوها صعيبه وهي سهله. الفلسفه خذ الموضوع تاعك وقسمه الجزء الاول الراي الاول الراي الثاني، احفظ المدعمات الراي الاول المدعمات الراي الثاني، وتعرف على طريقه كتابه المقاله وانت جبت 15 في الفلسفه. هذه هي، ما تصعب عليك الفلسفه، ما تخاف منها. بالنسبه لام شمس الدين نعطي اشاره خاصه في السن تاع هاد الاطفال المراهقه وما دون ذلك، اذا كان حفظ في الدار ونسى يوم الامتحان هذا دليل على الخوف، والخوف يا اما والديه في الدار يعيطوا عليه بزاف على القرايه، لو كان ما تجيبش نعمل لك، لو كان ما تجيبش مليح نعاقبك، لو كان، او الاستاذ يقول لهم باللي راح نعطيكم تمرين واعر وراح نعطيكم امتحان واعر وما شابه ذلك. ف اذا كان اختبرناه في البيت وكان حافظ ونسى في الامتحان، معناتها دليل قاطع انه الخوف لازم نعالجوا مشكله الخوف، سواء تاعنا تاع الاولياء سواء تاع. نعم. الان الموعد الامتحان ما مازالش بزاف، واش تنصح الوالده هذه ولا الناس اللي عندهم اطفال يخافوا من الامتحان؟ لا، احنا اذا قلنا اذا عرفنا بلي الابناء تاعنا يحفظوا في البيت ويخافوا نهار الامتحان، فانا كاب نولي نتجاهل العلامه، نولي نقول له خلاص الان ما كاين لا علامه لا. إيه؟ الان مازلنا غير الامتحان. لا لا، العلامه تاع الامتحان هما الخوف من راهو يجي. نعم. مره يجي الخوف تقول له ترك حفظ بصح لو كان ما تجيبش 13 ما نديكش تحوس مثلا ولا ما نعملكش كذا. خلاص هذه المقارنه ولا خلاص لازم نكثر خلاص بين العلامه. نعم. والقرايه تاعو، تعطي له هذيك الراحه تاع وليدي انني حابك تقرا تجتهد، والعمل العلامه اللي جبتها انا راضي لك بها. نعم، معنا ايمن من جزائر العاصمه. ايمن، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك، تفضل. الحمد لله، ربي يخليك ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله. عندي برك سؤال استاذ. نعم. ولا عباس. تفضل تفضل. نعم.
استاذ كي قبل الباك توجور قبل الباك يريح واحد نص ساعة يطولوا علينا باش يمدونا لو سيزي. هذيك حبيت نفهم علاش وهذيك نص ساعة ديرنا بزاف في الثلاث. لا ما يعطوكمش في الوقت السوجي، ما يعطوكمش في الوقت؟ ما يعطوناش في الوقت، توجور نستناو هذيك نص ساعة. نص ساعة باش يمدونا. معلومة جديدة هذه بالنسبة لي، لأنه توقيت الامتحان هو موحد في كل الولايات، في كل مراكز الامتحان. على بالي فا كي ندخلوا شغل يخلونا هكاك 20 مينوت هكاك نص ساعة. نعم. واش أنت تأثر عليك هذاك التأخر؟ بيان سور هذاك الانتظار هذاك والستريس. نعم. فوالا ينسيك كلش. نعم، أنت واش من شعبة أيمن؟ شعبة أدب وفلسفة. نعم، ربي يوفقك إن شاء الله، راح يجاوبك الأستاذ، نتمنى لك التوفيق في شهادة البكالوريا. إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك. شفت هو هذه داروها عباك وقتاش داروها في دارتها الوزيرة بن غبري صحيح بعد التسريب. بعد تسريبات البكالوريا فولوا ياخذوا نص ساعة باش يبداوا، فهذيك النص ساعة لازم التلميذ تاع البكالوريا يستثمرها بشكل جيد. اول استثمار لازم تفهمه انت نهار تدخل الامتحان تاع البكالوريا في القسم تاعك لازم تعرف كامل اللي راهو محضر اللي ماهوش محضر. وسيليكسيون يا اخي العزيز، اللي ماهوش محضر لازم تلغيه من عمليه القصره تاعك، القاعده تاعك ما لازمش تحكي معاه. لماذا؟ راح يعطيك تاثير وطاقه سلبيه، فتنحي هذوما. فانت يا خطر اذا كان في القسم تاعكم انتم من اللي يخليوكم تدخلوا الكراريس راح تقعد تراجع هذيك النصف ساعه، اذا ما قدرتش تراجع فخير صحابك اللي راهم جاهزين وهذوك هما اللي تحكي معاهم وهذوك هما اللي تحوس على تاخذ من عندهم الطاقه الايجابيه. فاحنا اشكاليتنا دائما نحوسوا على المتعه، وهذاك اللي ماهوش محضر في الغالب لو كان تروح تقول له واش جيت دير يقول لك والله غير جيت نعرف الباك يا شي جوزوه. كاين بزاف اللي هكذا يقول لك انا ويعطي رسائل سلبيه للمحيطين به كامل. كاين عند التلاميذ هذوك اللي ما يحضروش عندهم واحد الكلمات يقولوها، يقول لك هذا العام جوز الباك العام جاي نديه، فهمتني؟ وكانه هذا العام جيت نتعرف عليه. فانت يا لازم اول حاجه كي تدخل للقسم تعرف شكون اللي راهو جاهز وشكون اللي ماهوش جاهز، فاللي ماشي جاهز ما تحطش وقتك معاه لانه راح يعطيك يعني حتى الدقائق قبل دخول القسم والمركز مهمة جدا. خاطر يقدر يعطيك كلمه اللي تحول لك المسار تاعك. تحول لك المسار تاعك. ايمن تكلم على ضغط نفسي كبير جدا في هذيك ال 20 دقيقه ولا ربع ساعه. نعم انا موافق معك. كيفاش يقدر يتجاوزها؟ هذه هي اول حاجه، يا اما يتلاقى اذا الان هو في الطاوله راهو في الطاوله لا بصح يخليهم في القسم يتحركوا. نعم يخليهم يتحركوا ولا في الاخر يعاود يروبوني في الذهن تاعو عمليه مراجعه بسيطه تاع الاشياء اللي يعرفهم بلا ما يعاقب نفسه، وكانه يدير مراجعه خفيفه هكذا يعاود يمر عنده. يقدر يسبح حاجه تحطه ثاني مرتاح. نعم. يقدر يغني، كل واحد وهواه في الحاجه اللي يميل تميل لها نفسه. يدير حاجه ما عندهاش علاقه مع القرايه يقدر يخرج، المهم ما يربطش روحه مع ناس اللي عندهم تفكير سلبي اللي يبداو يعطيو له البكالوريا واعره والبكالوريا. نعم. البكالوريا هي تمرين من جميع التمارين اللي طاحوا هي نفسها قبل. وجابوها ناس يعني جابوها الملايين قبلهم حول العالم. البكالوريا كذا انا نعرف واحد بكري ما كانش يقرا مليح، خطر الاستاذ تاعو عطاه له تمرين قال له حلوا 70 خطره. كي طاح راح دار الامتحان طاح له هذاك التمرين، ايبا خويا محمد جاب فيها 17 من تما قال لهم فهمت بلي القرايه هي حاجه تعاود ولا تما يقرا ولا هذا مكان. كان عندنا ايضا المترشحه من ولايه باتنا سالت على الاختيار، كنا تكلمنا عليه لكن في عجاله، كيف نخير بين موضوعين؟ هذه هي نخير بين الموضوعين وين عندي قابليه انه نحل كامل التمرين، فالاستراتيجيه تاعي هي الاستراتيجيه انه يعني نقرأ الموضوعين، نقرأ الموضوع الأول نقرأ الموضوع الثاني، مد نفسي 10 دقائق ربع ساعة 10 دقائق ناخذ 10 دقائق وأنا نشوف في المواضيع بمجرد أنه نشوف باللي بالقلم. نعم. كي يكون نقرأ نشوف هذا نعرف نحلو هذا ما نعرفش نحلو ونحسب. نعم. نسبيا وكي نونجاجي في موضوع من عود تروح الموضوع الآخر قطع الآخر. نعم خلاص نحيه من راسي كامل، نحيه من راسك قطعه كامل وأمشي في هذاك الموضوع كما كان الحل، لأنه نعم. إذا دخلت في هذاك الارتباك تاع تغير المواضيع ما راحش تقدر تمشي في العملية تاعك، ما راحش تقدر تنجح، ما عادش تقدر تنجح وتولي تدخل في مشكل كبير وكلش. لذلك اذا خيرت موضوع انتهى الامر، فمشي في الموضوع تاعك بشكل عادي وان شاء الله التلاميذ تاعنا قاعد يجيبوا البكالوريا اللي اجتهدوا اكيد. نعم ان شاء الله نتمنى التوفيق لكل المقبلين على شهادتي التعليم المتوسط وشهاده تعليم البكالوريا. زميله حفيظي راهي توصي فينا باش نقدموا تحيه لاحدى يعني وحده من العائله تاعها بشرى الوصيف من ولايه كيكدا، قدم لك تحية عن طريق الزميلة سعيدة، الزميلة سعيدة حفيظية الزميلة راهي تقدم لك تحية وتمنى لك التوفيق إن شاء الله في هذا الامتحان المصيري، لأن المصيري يحمل 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 وجهين، وجه مصيري من مصيري من الجهة الأكاديمية. نعم مش يعني مصيري يعني مصيري اللي نحضروا له ونعطوه الوقت الكامل وما نشوفوش من الناحية السلبية أنه حتى لو لا قدر الله واحد ما جاب شهادة البكالوريا ماهوش نهاية هو العالم. هو يحدد مسارك مصيرك أكاديميا فقط.
في الحياه اليوميه ما يحددش مصيرك، البكالوريا ما تحددش مصيرك. كاين ناس ما جابتش البكالوريا ويتخدم في الميكانيك وناجح، وكاين يخدم قبل ما يروحوا الميكانيك يعاودوا شهاده البكالوريا يحدد مصيرك الاكاديمي. نعم. هل راح تكون بروفيسور دكتور ماستر ما شابه ذلك ولا لا؟ هذا ما كان. نعم. وربما اكبر مشكله راح يواجهها التلميذ هو الاحساس النفسي ولا الشعور النفسي يوم الامتحان. الان اجزم انه الجميع راه يحضر، الكاميرا تضرب طلة، يعني بنسب متفاوتة، ولكن يوم الامتحان هو اليوم الحقيقي اللي لازم الإنسان يكون حاضر ذهنيا، حاضر نفسيا، يكون قوي ويتخلى على الخوف ويستحضر كل المعلومات نتاعو، ومش وما يخرجش قبل الوقت. يعني أكيد. لما الامتحان فيه ساعتين تريح ساعتين، لازم تكمل كامل الوقت تاعك، لازم تكمل كامل الوقت تاعك وعاود قرا التمارين تاعك بعقلك، والمواد اللي فيها اللي راك قادر تخدم في المسوده اخدم في المسوده قبل ما تنقل للورقه تاع الاجابه الرسميه وكلش باش تعطي الهدوء. وكل ما عطيت الهدوء انت لازم التلميذ لازم يفهم حاجه، كي يكون يحل في البكالوريا تاعو في الاختبار لازم يدير هذه الفكره تاع انه هذا هو اختبار عادي. هذه تعطيك واحد الدافعيه نفسيه. نعم. واحد الارتياح نفسي، لانه البكالوريا جزء من النجاح فيها هو الراحه النفسيه، جزء من النجاح في البكالوريا هو الراحه النفسيه. لذلك كاين بزاف تلاميذ اللي والديهم يشوفوهم بلي ماهمش يقراو، هو يقرا في الدار بالك نص ساعه لكنه مرتاح نفسيا، وباباه يقول لك انا والله ما نتبعه، مع الاخر يتفاجئ يلقاه جاب البكالوريا تاعو. هو هذيك النص ساعه اللي قراها في البيت قراها صفاء ذهني، قراها براحة نفسية كاملة والمعلومة استوعبها. لأنه كاين أولياء اللي هم غالطين داير في باله باللي المراجعة لازم 5 سوايع 10 سوايع في النهار، ولا وليدك ماهوش يراجع. تختلف، كاين واحد يقرا ساعة تكفيه، كاين واحد يقرا 2 سوايع تكفيه، كاين واحد يقرا نهار كامل. لكن في الأخير لازم المراجعة وهذاك الخطاب النفسي باللي والله كورونا والمشكل الفلاني في البيت ولا الزلزال الفلاني ولا، يعني يتخلى على كل تلك الأفكار. أنا دائما ننصح التلاميذ اللي يبعثوا لي في وسائل التواصل في الانستغرام يقول لي أستاذهم يقولوا بكالوريا اختيارية، نقول له هذا اللي راهو يقول ديزابوني من الكونت تاعو، أخرج من الكونت تاعو. نعم. لأنه علاش؟ نعم. هذا راهو يحب يرجعك المارشاريير، ماش حابين ندخلوا في جانب سياسي اللي ربما عندها هذا حبك، ماكش حابك تربح البكالوريا، خاطر لو حابك تربح البكالوريا الاساتذه حابك راح يلقاو لك طريقه كيفاش يفهم لك الماده اللي راك صعيب فيها. نعم. وين راهو البكالوريا اختياريه ولا ما كاش حاجه ما عندها حتى معنى. فتلقى الاساتذه اللي هم حابين التلاميذ تاعهم ينجحوا نهار كامل هما يديروا لهم في الدروس، نهار كامل هما يشرحوا لهم، نهار كامل هما يديروا لهم في فيديوهات في اليوتيوب ولا ما شابه ذلك، اللي يلحق له فكره تاع تخدم. بصح انت تلقى واحد يكتب لك بكالوريا، انا شحال من واحد يبعث لي يقول لي استاذ عاونونا باش نديروا حمله تاع بكالوريا اختياريه، نقول له وراي الفائده تاع بكالوريا خلاص الان تم يعني القرار. إيه؟ خلاص لا رجعه فيه تاع الامتحان. ايه هذا اللي هو يقول لك هيا نديروا حمله. نعم. هذا راهو واش حبك تقرا، لو كان جا حبك تقرا. نعم. لو كان خلاك. نعم صحيح. شكرا لك استاذ، بارك الله فيك خويا محمد.